السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في تشابتر جديد من سلسلة كانسكي ميد إيزي. احنا دلوقتي في تشابتر 2 اللي هو هنتكلم فيه عن اللاكريمال درينج سيستم. كالعادة طبعا كانسكي بيبتدي برضو أي تشابتر بشوية أناتومي وفسيولوجي، فاحنا دلوقتي هنبتدي بالأناتومي بتاع اللاكريمال درينج سيستم. خلوا بالكم أنا بتكلم دلوقتي اللاكريمال درينج سيستم، ما بتكلمش على lacrimal secretion system. lacrimal secretion system ده system مختلف، بس احنا ممكن من البيكتشرز اللي قدامنا نمشي هنت كده. كان زمان classic teaching بيتقال عندنا ان lacrimal secretory system هو المين lacrimal gland والaccessory glands. الaccessory glands اللي هي اسمها wolfring وكروز دي موجودة في الconjunctiva، يمكن اكتر ناحية الفورنيسيس، وفي اللي هي الwolfring وكروز موجودة اكتر في البالبيبرال كونجكتيفا امبيدد، والورفينج اكتر من كروز. وكان كلاسيك تيتشنج بيتقال ان الاكسسوري لاكريما جلاند هي مسؤولة عن المين سيكريشن، والمين جلاند هي اللي مسؤولة عن الرفلكس سيكريشن. خلاص الرفلكس سيكريشن ده اللي بيجينا كسايكولوجيكال او لما يحصل في فورم بودي لما نعيط، لكن المين سيكريشن هو البيزل سيكريشن موجود معانا دي اند نايت. دوت كان كلاسيكلي بيتقال كده، الكلام اتغير، رجع اتغير تاني، اتقال لا ان الاكسسوري لاكريمال جلاند ديت اصلا جلاند صغيره وقليله، ازاي تبقى مسؤوله عن المين سكريشن او البيزل سكريشن بتاعنا. فرجعوا تاني ان المين لاكريمال جلاند اللي هي موجوده هي مسؤوله عن المين سكريشن او البيزل سكريشن. وبرده ده يعني لقوا بالملاحظات بقى لما كان اللاكريمال جلاند يحصل فيها تيومرز او اي انفلتريشنز، او لو عين كان بياخد ريديو ثيرابي لاي سبب من الاسباب واللاكريمال جلاند بتاعته تعتبر رضاعه اللي هي المين لاكريمال جلاند، فلقوا ان هو بيدخل في سيفير دراينس بالرغم ان الولفرينج وكروز موجودين. خلاص ففهموا بقى، بدأوا يفهموا كويس ان لا ان المين جلاند دي مش مخلوقة للرفلكس بس، لا هي مخلوقة للبيزل، هي مخلوقة للبيزل سيكريشن. والاكسسوري لاكريمال جلاند بيتسهب معي، وطبعا لا ننسى الجوبلت سيلز الموجودة في الكونجكتيفا اللي مسؤولة عن الميوكس بارت اوف ذا لاكريمال او تير. يعني طبعا لاكريمال جلاند زي ما احنا كلنا عارفين انها اوربيتال وبالبيبرال، والمفروض ان الاوربيتال هيدن في هيدن في الاوربيت، والبالبيبرال هي المور انتيرور سوبرفيشال اللي بيفصلها للتو بارتس. دوت هو اكتشوال الليفيتور بالبيبري سوبريوزس، يعني المفروض الليفيتور اللي هي جايه كده بتعمل الابنيوروزس بتاعها بيدخل كده ما بين التو بارتس اوف ذا لاكريمال جلاند، وهي بتدي لها سي شيب، يعني هما بيقسمهاش كومبليتلي، هو بيدخل كده كانها سي شيب. ده فالمفروض ان هو بيقسم الهيدن اللي هو البوستيريور بارت بتاع اللاكريمال جلاند، وادي الانتيريور اللي هو بيبقى هنا مور انتيريور للليفيتور، بس ستيل طبعا ان هو ايه ريتروسيبتال. طبعا اللاكريمال داكتس بتاعتي المفروض ان هي طالعه في الابر تيمبرال فورنيكس خلاص، وهي جايه من البالبيبرال بارت، فالبالبيبرال بارت مهم. وكلينيكال المفروض ان اللاكريمال او اكتشوال يعني البالبيبرال بارت دوت لو انا عملت ايفرشن حتى ايفن للابر ليد المفروض كلينيكال لا اشوفه ولا احسه. لو شفته او احسه في مشكله بقى، المشكله دي اين كانت بقى، يعني من اول توز لاكريمال جلاند او مثلا انفلاميشنز او ميكلكس سندروم او عندي تيومرز او اين كان السبب بتاعها هدور عليه خلاص. لكن هو ده الكلينيكال بتاعها. الاوربيتال طبعا لا بشوفها ولا بحسها، وحتى لو كبرت لا بشوفها ولا حاسها الا لو عملت افكت على الجلوب، والافكت بتاع الجلوب هيبقى حاجة هنعرفها في الاوربيت بعد كده في التيومرز بتاعت اللاكريمال جلاند، انها تعمل طبعا اكزوفسالموس مع ديستوبيا لانها مش موجودة اكزيل، هي موجودة هنا ابر تيمبرال، فالعين اكزوفسالميك وطبعا ديستوبيك انها تنزل في الاكسس بتاعها داون اند انورد او نيزل. anywhere كانسكي بدأ بقى الاناتومي بتاعه من اول البنكتم. بدأنا نتكلم على البنكتم، طبعا البنكتاي زي ما احنا عارفين المفروض ان هم كنورمال لوكيشن موجودين على الليد مارجن، اكتشوال بقى مش في الانتيرور ايدج بتاعه، في البوستيرور ايدج خلاص. وهم طبعا زي ما قلت انا في تشابتر الليد ان هم بيقسموا كل الليد مارجن اللي هو
طوله او الويتس بتاعه 30 مليمتر هيقسموه اللي هو السيلير اللي هو السيلياري بارت او بارس سيلياريز اللي هو الفايف سيكس اللي هو بخمس اسداسه اللي هو فيها بس الليشز خلاص فيهم الليشز والوان سيكس اللي هو الانر دوت او الميتيال هيبقى ده النون سيلياتد بارت اللي هنقول عليه بارس لاكريماليس يبقى بارس سيلياريز وبارس لاكريماليس اوكي الفرق ما بينهم ده كارينج الاي ليشز ده مش كارينج الاي ليشز ولو قلبت من الكونجكتيف احنا اتفقنا هشوف الاستريكس بتاعه الفيرتيكال يلو ستريكس بتاعه الماي بوبين جلاند لكن مش هشوفها في طبعا في البارس سيليرز لكن مش هشوفها في البارس لاكريماليس خلاص المفروض البانك تاب نورمالي انا ما بشوفش الاوبننج بتاعتها الا لو عملت انفيرشن للاي ليد لانها المفروض ان كونجكشن او فيسينج الاي جلوب الحاجه الثانيه برضو ان هي موجودة على بابيلا اللي هو النورمال او البابيلا دي اللي هو النورمال elevations اللي موجود اللي موجودة فيه الفيرتيكال بارت بتاع الموجود فيه الفيرتيكال بارت بتاع الكناليكيلاي الحاجة الثالثة برضو اللي هنتكلم فيها انه لو قفلنا الايليد الابر بانكتم مش in conjunction with the lower بانكتم هنلاحظ حتى من الصورة واضحة جدا ان lower بانكتم inner زي the upper بانكتم حوالي تقريبا نص مليمتر في فرق بينهم ندخل على الكناليكولر هي معلومات بقى زيادة شوية يعني ان هو البانكتم ده المفروض ان هو مش round opening قوي يعني يمكن في الاطفال بيبقى round opening لكن كل ما بنكبر بيبقى slit opening والمفروض انه ما يقلش عن 2 من 10 مليمتر وانس ان احنا قلنينا الاوبننج دي قلت عن 2 من 10 مليمتر فاحنا كده بنقول دخلنا في ستينوزس طبعا هو ممكن يبقى اكتر نورمالي اكتر من 2 من 10 مليمتر يعني في الاطفال بيبقى نص واحيانا اب تو 1 مليمتر اوكي هو بيضيق مع السن ومع الريكيرنت انفلاميشنز ومع الحاجات السيكاتريشيال كونجكتيفايتس ده لو اكوايرد يعني ستينوزس غير الكونجنتا ستينوزس دي لما تانية الكانيكولاي بقى زي ما احنا عارفين كلنا ان في فيرتيكال بارت وهوريزونتال بارت وان الانجل اللي بتعملها الكانيكولاي دي الانجل اللي بتعملها الكانيكولاي دوت الكونجكشن ده بيقال عليه احيانا امبولا وفي ناس بتقول لا في الاناتومي لا ده الفيرتيكال بارت هو الامبول فسواء كان الكونجكشن او دي الفيرتيكال بارت مش هيفرق طبعا احنا عارفين الفيرتيكال بارت الدايمتر بتاعي 2 ملي وهنا والهوريزونتال هيبقى حوالي 8 ملي علشان هي convoluted structure الكانيكولاي دي كلينيكال عشان افردها لازم اجي بايدي اعمل تراكشن للاوتر كانسس واشدها تبقى دي تاخد ايه تبقى كلها هوريزونتال بعمل الكلام ده ازاي لما مثلا بعمل السيرنج تيست او بعمل هعرف بقى جونز داي تيست دلوقتي تايب 2 في البروبينج والدايلاتيشن فدي كلينيكال يعني كلينيكال تيب لازم نبقى واخدين بالنا منها ان انا ما ينفعش ادخل بسيرنج هنا واحقن سلاين او اعمل اي مانوفرز اللي ما يكون ايديا الثانيه شد الاوتر كانسس كده شد كويس جدا علشان اعمل ستريتنينج للكانالوكلر سيستم بتاعي عشان ما اعملش فولس باسج لان مش هينفع مثلا ادخل بسيرنج 30 وادخل كده فيرتيكال ويعني انا طبعا بدخل فيرتيكال وبقلب ايديا بس ما ينفعش انا مش هقدر اجادج ال 2 مليمتر دي قوي طيب الحاجة التانية ان برضو حاجة كده في الاناتوميكال ستراكشرز ان الكنيكلاي دي عندها قابلية انها توسع بتوسع في الانفلاميشن وبتوسع معايا في الدايلاتيشن وبعد الكتب بتقول انها بتوسع حتى up to 6 times او 8 times او 8 time طيب بعد كده هما الابر واللور كانالكولاي هيفتحوا مع بعض بكومن كانالكولس او كل واحد يفتح سيبريت بس هو الكومن ان هما يفتحوا بالكومن كانالكولس الانكومن ان كل واحد يفتح لوحده في هنا فالف بيبقى ميوكس ممبرين فالف عشان يمنع الريكيرج اوف فلويد اوف الموجود في السيك نرجع تاني في الكانالكولاي اسمه روزن مولر فالف خلاص طيب وحتى احيانا بيسموه البنك الاوبننج دي انر بانكتم يعني هي حته كده كلينيكال سوري اورال شويه ان انا عندي 3 بانكتاي ادي الاثنين ده وهنا برضو دي البانكتم التالته
طيب هنيجي لللاكريمال سيك. لو لاحظنا اللاكريمال سيك كله على بعضه بيبقى حوالي 10 مليمتر. اللاكريمال سيك دوت هو فين؟ هو واقع فين كاناتومي؟ واقع في اللاكريمال الفوسطى. ايه هي اللاكريمال الفوسطى؟ هي عباره عن اللاكريمال، كلام كده يبقى واضح، هي عباره عن اللاكريمال بون وبارت من الفرونتال بروسيس اوف ماكسيلاري بون. خلاص، عشان بعد كده هنعرف ان في حاجه اسمها بوني نيزو لاكريمال داكت وممبرينس نيزو لاكريمال داكت. يبقى دي هي اللاكريمال الفوسطى، وهو ده الجزء اللي لما بنعمل عمليه الدي سي ار بنشيله الاوستيوتومي. انت بتشيل ايه في الاوستيوتومي؟ بتشيل اللاكريمال بون وبارت من الفرونتال بروسيس اوف ذا ماكسيلاري بون. اوكي طيب الساك برضو، بس اللي عايزين ناخد بالنا منه ان برضو احنا قلنا ده البوني هاوسينج بتاعه. برضو البوني هاوسينج ده او زي ما احنا عارفين ان اللاكريمال بون محدودة بالانتيريور لاكريمال كريست وراها البوستيريور لاكريمال كريست. طيب وان وطبعا اللي البون ده برضو بيفصل اللاكريمال ساك عن الميدل ميتس اللي موجود في النوز والنيزل ميكوزا اللي الناحية التانية. اوكي ده كل الاناتومي ده مهم جدا عشان هو ده الاناتومي ديستراكشنز اللي هيحصل في عمليات الدي سي ار او داكروسيستوراينوستومي، ان انا هديستراكت الاريا دي عشان انستموز الميكوزا بتاعت اللاكريمال ساك مع الميكوزا بتاعت النوز اللي موجوده في الميدل ميتس. الساك طبعا بتوع الاناتومي بيحبوا يقولوا ان ليه بادي ونيك وفاندس. الفاندس بتاعه ده يقصده الجزء الابر بارت بتاعه اللي هو not in conjunction with canaliculi اللي هو فوق. خلاص بعد كده في النيزولاكريمال داكت، دي اطول جزء عندي اللي هو حوالي 12 ل 18 مليمتر. خلاص وهي كونتينويشن من استاك وبتبقى ضيقه، والمفروض ان في اطفال كتير بيتولدوا ما بتبقى لسه ما حصلهاش ريكاناليزيشنز، لكن بعد سن سنه بالكتير بيحصل الكومبليت كاناليزيشنز. والمفروض ان انا عندي طبعا هنا في ميوكاس فالف برضو زي روزنر ميلر كده اسمه فالف اوف هاسنر عشان يعمل ايه برضو يونيلاترال باسج، ما يجيبش النيزل سكريشن يرجعه تاني. يعني لو انا بفتح عشان انزل اللاكريمال فلويد بتاعي في النوز ما يخشش بقى النيزل سكريشن ويرجع هنا تاني، يبقى الدنيا ماكس بقى. فانا الحاجات دي كلها الفالفز ميوكس فالفز المعموله في اللاكريمال درينج سيستم عشان تعمل نوع من اليوني دايركشنال درينج اوف ذا لاكريمال تير. خلاص طيب معلومة كده بسرعة، أنا طبعا ده بيفتح فين؟ كان دوت ليه علاقة بالميدل ميتس، ده هيفتح تحت الانفيريور تيربنيت أو في الانفيريور نيزل ميتس. هو أصلا عموما الميتس في النوز لها شوية علاقات بينا، يعني أنا مثلا الانفيريور ميتس ده فتحة اللاكريمال باسج بتاعتي، الميدل ميتس دوت هو اللاكريمال بون فصله عن اللاكريمال أسيك. والميدل ميتس برضو حتى كده عشان الام سي كيوز كل البارا نيزل ساينسز بتفتح فيه، السوبيرور ميتس بس الوحيد اللي ممكن يفتح فيه هيبقى خلينا كده نتفق السفينويدال او البوستيرور اثمويد، السفينويدال او البوستيرور اثمويد. وفي ريسس فوق خالص كده كان اسمه فرونتال سفينويدال ريسس من الاناتومي كده اللي كنا بناخده في الاندر جراتويت، احيانا السفينويدال بيفتح فيه. لكن يعني لو نتكلم على الانتيرو اثمويدال وهنتكلم على لو هنتكلم على الانتيرو اثمويدال او الفرونتال او الماكسيلاري ساينسز كلهم بيفتحوا في الميدل ميتس. فالميدل ميتس دوت يعني اناتومي لاند مارك برضو ايه معانا كده في اسئله الام سي كيو فنركز فيه. مهم قوي بقى ان انا كنت لسه بقول لكم من شويه ان في حاجه اسمها بوني نيزو لاكريمال داكت وحاجه اسمها ممبرينس، عشان ده احيانا يعني بيبقى تريكي كويتشنز كده
مش هيفرق معانا قوي احنا ككلينيكال، لكن نبقى عارفينها برضو كمعلومه. انا لسه كنت بقول لكم هنا، انا عندي في الميديا الاوربيتال وفي 4 بونز، خلاص في اللي هي اللاكريمال بون، وفي الفرونتال بروسس اوف ذا ماكسيلا، وفي الاسمويدال وفي الاسمويدال بون، وفي بارت من اللي هو الليسر وينج اوف ذا سفينويد بيشير معانا، هو ده البون بتاعي بتاع الميديا وول. اللي يهمني انا كلاكريمال سيستم يهمني اللاكريمال بون خلاص، ويهمني الفرونتال بروسس اوف ذا ماكسيلا. هما يعملوا البوني هاوسنج بتاع اللاكريمال ساك وجزء من البوني هاوسنج بتاع النيزو لاكريمال داكت، مش كل النيزو لاكريمال داكت. يعني ايه؟ يعني النيزو لاكريمال داكت ال 12 ل 18 مللي ده نصها اللي فوق اللي ناحيه لاكريمال ساك ريستنج على بون، والنص التاني مدلدل فري ميوكس ممبرين كانيل. خلاص فهمنا الحته دي، مدلدل فين بقى؟ مدلدل في الانفيرور ميتس اللي هو في النيزل كافيتي من الاخر يعني. يبقى النيزو لاكريمال داكت البوني اقصر من الممبرينس. فهمنا الجزئيه دي. الحاجه الثالثه برضو في حاجه كده في الاناتومي، لو انا هاخد الطول من اول البانكتم لعند الاوبننج بتاعه النيزو لاكريمال داكت ده بيعمل حوالي 40 مليمتر. طيب ده هيفرق معايا انا كلينيكال في ايه؟ يفرق معاك كلينيكال وانت بتعمل تيوبنج، بتركب تيوب مثلا سيليكون تيوب وبتدخل بالميتلز الطويل اللي قدام دوت اللي هو جايدد ليك عشان تدخل السيليكون تيوب، خلي بالك ما تدخلش بيه للاخر. يعني هي معلومه كده كنا مش فاهمينها واحنا نواب صغيرين، كنا ندخل بيه للاخر ونقعد نعافر ونشد من النوز بالارتري فورسبس وهو يكون التانى جوه اصلا، لان من كتر ما هو طويل بيدخل التاني. لا، هو انت المفروض تبقى عارف ان مثلا دوت الميتال جايد واير بتاعك اللي انت داخل بيه ده ممكن يبقى مثلا 80 مللي، يعني اللي هو 8 سنتي، وانت كل الاناتوميكال ستراكشرز بتاعتك دي اخرها 40 مللي. ده بتكلم على ادلت وايز، الاطفال طبعا بيبقى اقل من كده بكتير. خلاص فانت ادخل يعني هاف يعني هاف الهايت او هاف اللينث بتاعك، يبقى ما تدخلش بالجزء الميتال كله للاخر، لا لنصه وابتدي بقى خلاص. اعمل مثلا ميتال تو ميتال اللي هو التست اللي هو بيدخله بالارتري فورسبس من النوز ويخبطه عشان يحس الميتال جايد وايرز اللي انت دخلت بيه دوت في السيليكون تيوبينج. اوكي او حاول بقى تسحب وهتلاقيه سحب معاك بسهوله. فدي حته هنت بقى، افتكروني بيها. واي حد فيكم هيشتغل اي لاكريمال سيرجري بعد كده لو انت فاهم اناتومي صح هتفهم انت بتعمل كده ليه. الفسيولوجي بقى اللي كانسكي بيتكلم فيه ازاي انه بيحصل درينج. ازاي بيحصل درينج؟ الميكانيزم اللي بيقولها ازاي؟ تعالوا برضو خلينا نبص مع الصورة لانها هتكون اوضح معي، او هو جايب ممكن صورة تانية كده كانسكي اهو. ثلاث صور دول حلوين قوي. هو دلوقتي احنا خلاص اللاكريمال فلويد نزل وموجود عندي في الفورنيسز وفي اللاكريمال ليكس وكل الحاجات دي. فدلوقتي خلاص عندي اللي هو الاسم بنسميه حتى دوت اسمه تير منيسكس او مارجنال استريب. ايه اللي هيحصل بعد كده؟ ان هو هيدخل في البانكتاي بالكابلاريتي ساكشن وبالجرافيتي. يعني هو هيدخل هنا بالجرافيتي والكابلاريتي ساكشن خلاص. طيب يحصل ان العين مع كل بلينك، احنا النورمال بلينكينج ريت بتاعنا تقريبا بيبقى حوالي 16 بلينك في ده نورمال. احنا بنغمض عينينا غصب عننا نورمال طول الوقت اصلا يعني. فده لو انت عملت بلينك، انت عملت كونتراكشن لمين؟ للاوربيكولاريز اوكيلاي ماسلز. انهو جزء بالظبط؟ في معلومه بتقول كده ان الاوربيكولاريز اوكيلاي ماسلز البريتارسال بارت بتاعها هو المسؤول عن البلينك، او اسمه جنتل كلوجر اوف ذا اي. والفورسبل كلوجرز اللي هو انك تغمض عينك قوي ده مسؤول عنها البريسبتال او الهول ماسلز خلاص، او الاوربيتال بارت. فالبريتارسال هي المسؤوله عن الجنتل كلوجر بتاعي اللي بيحصل مع البلينك دوت خلاص. فتروح جايه عامله ايه بقى؟ هي هتروح عاملة حاجة ان هي هتكمبرس الأمبولة. يعني هي خلاص الجزء ده بيكونتراكت فهيقفل على الأمبولة والبنكتاي، هيقفلهم. احنا قلنا خلاص وما دخلوا في البنكتاي وهنا ودخلوا عن طريق الكابلاريتي والساكشنز، حصل كونتراكشن قفلنا البنكتاي. فروحنا فالتير فلويد بتاعي اللي تحوش هنا دخل
وطبعا لما قفلت وكونتراكت هي برضو حصل نوع من الهوريزونتنج للهوريزونتال كانيولاي، حصل لها نوع من الشورتنج والكومبريشنز، وحصل الاوربيكولاريس شدت اللاكريمال سيستم او البانكتاي ميديال شويه، فده بقى يعني شورت هوريزونتال. عشان كل ده عشان ايه يعني خلاص هي راح ناحيه السك، فلازم هتشدها ميديال عشان الفلويد كله يروح ناحيه الميديال، يعني يروح لللاكريمال سيك. فدوت عمل نوع من ده عمل نوع من ان الفلويد راح هنا. لما راح في اللاكريمال سيك مع الكونتراكشنز، مع الكونتراكشن لسه في بقى حاجه اسمها هنا هورنرز ماسل، اللي هو الجزء اللي من الاوربيكولاريز اللي حوالين اللاكريمال سيك، يبقى قفلت الاوربيكولاريز خلت الفلويد اللي دخل في الكاناليكولاي والبانكتاي يروح في اللاكريمال سيك. جه هنا بقى الكونتراكشن للهورنرز ماسلز اللي موجوده هنا، ده عمل بوست بريشر على اللاكريمال ساك اللي هو الفلويد جات له عن طريقه البري تارسر قفل، فالبوست بريشر ده خلى الفلويد يداون وورد فين، يداون وورد في النيزو لاكريمال داكت. يبقى ما حدش يقول لي ان هو بينزل النيزو لاكريمال داكت بالجرافيتي، لا ده نتيجه الكونتراكشن بتاع الهورنر. عشان كده هتلاقوا هنيجي كده لحاجه دلوقتي اسمها فانكشنال ايبيفرا، نتيجه مثلا ان الهورنرز ضعفت لسبب من الاسباب، الهورنرز ماسل ضعفت لسبب من الاسباب زي الفيشن نيرف بولسي مثلا، اي ما بتعملش الكونتراكشن على اللاكريمال سيك، فبالتالي حصل نوع من الفانكشنال ايبيفرا، الفلويد ما بينزلش في النيزو لاكريمال داكت. يبقى عشان نبقى فاهمين ان الفلويد هنا ما بينزلش في النيزو لاكريمال داكت بالجرافيتي، يمكن يكون في شويه بينزلوا صغيرين بالجرافيتي، بس مش هو ده المين ميكانيزم. المين ميكانيزم كلها كونتراكشن، كونتراكشن للاوربيكولاريس بري تارسل قفلنا هنا ودخلنا الفلويد خلاص، وكونتراكشن للهورنر عملت بوست بريشر راح عمل داون وورد طبعا فورسز لللاكريمال فلويد وناحيه النيزو لاكريمال داكت وبالتالي ناحيه النوز. طيب لما يحصل ان الاي ترجع توبن تاني، انا فتحت فجاه فدي درون كده بقى لاترال بقى خلاص وطوله تاني، وهنا حصل نوع من النيجاتيف بريشرز. النيجاتيف بريشرز اللي حصل ده بيخلي شويه الفلويد برضو اللي كانوا متحوشين في الكانيولا يدخلوا اكتر اللاكريمال سيك. نيجي نقفل تاني قفلنا عليهم والهورنرز بقى عملت بريشر تاني، فراح جاي ايه عامله داون وورد. يبقى الكلوجرز بيقفل البنكتاي اي نعم خلاص، لكن المين ام بتاع البلينكينج في الكلوجرز ان هو يخلي الفلويد اللي متحوش في اللاكريمال سيك اللي دخله مع الاوبننج ينزل داون ورده في النيزو لاكريمال داكت. افتح عينيا الساك بتاعي يحصل فيه نيجاتيف بريشر، فيدرون اب يدرون التير فروم كانيليكولار سيستم انتو ذا ساك. ده بقى ممكن يجي في الام سي كيوز، قفلت العين بوست بريشرز وتودي لتحت، فتحت العين تاني كده نيجاتيف بريشرز وتملى الساك خلاص. وطبعا احنا عارفين من الاول اللي في السكشن والكابلاريتي اللي دخلوا الفلويد من المارجنال ستريبس. طيب هنيجي بقى للكوزس اوف ايبيفورا. الايبيفورا عموما هي الديفينيشن بتاعها اوفر فلو اوف ذا تير اوف ذا ات ذا اي ليد مارجنز. مش شرط ان التيرنج ده يبقى لازم يكون على التشيك والعين لازم دموعه تبقى نازله على خده، هو لو مجرد ان التير منيسكس اللي هو بنقول عليه مارجنال ستريب اللي هو في الصوره ده بنسميه سوري ده بنسميه مارجنال ستريب او لاكريمال منيسكس، وده اصلا ليه نورمال هايت المفروض ان هو من 2 من 10 اهو ده المفروض نورمال من 2 من 10 ل 4 من 10 مليمتر الهايت بتاعه. طب بنعرفه ازاي بنقيسه ازاي؟ احيانا ممكن نقيسه كلينيكال لو اللاكريمال فلويد باين واضح، او احط نقطه فلوريسين بحيث ان هو ياخد ستين فاقدر اقيسه، واقيسه بالكاليبر على سليت لامب عادي خلاص. اللي انا عندي فيرتيكال لايت ممكن بتاعي بيأثر على سليت لامب فوق في السكيل بتاعه السليت لامب لعند 2 من 10 مليمتر. النورمال ده من 2 من 10 ل 4 من 10، لو زاد عن كده او في ديفرنسز بين اي اعلى من 2 من 10 مليمتر، احنا كنا بنتكلم على الاسيمتريز عموما الموجود بين العينين ان بيبقى لها ليميت معين،
خلاص يبقى انا كده وصلت، يبقى انا هشخص دوت ان هو انكريز الووترنج ايا كان السبب. بقى السبب عندي هايبر سكريشنز، وده لازم تيك ان كونسنتريشنز. خلاص الهايبر سكريشن حتى ايفن مع الدراي اي ده بنقول عليها بارادوكسيكال ووترنج، لان الدراي اي عين اريتيتنج، فمن كتر اريتيشنز ودراي اي بيحصل دايما معاهم برضو كون الابيثيليال بريك داون احيانا او كتير يعني، فكل دوت بيستيميليت الريفلكس تيرنج. الريفلكس تيرنج شغال طول الوقت ومع ذلك العيان مش مستريح، لان الريفلكس تيرنج دوت مش لوبريكنت. ومين اللي خلوا بالكم بيبقى لاكريمال، او مش الريفلكس تيرنج ده مش بيحصل مثلا لما بيبنج لاند بتطلع الميبم بتاعها ولا الكوبلت بتطلع الميوكس تايب بتاعها، فهو مينلي ووتري فهايلي ايفابوريتيف، فالعيان برضو مش حاسس باللوبريكيشن حتى ايفن لو عنده ووترينج. خلاص فما هو ما بيخدمهوش، او اي انفلاميشن او اي فورين بودي. احنا طبعا عارفين الكوزس من الكلينيكال بتاعه الريفلكس تيرنج، فعشان كده عيان برضو اللي بيجي يشتكي من ووترينج لازم كويس جدا تقلب الايليد، لربما يكون اصلا في فورين بودي مستخبي عنده مثلا جاينت بابيلاري كونجكتيفايتس وطول الوقت عمال يحك في الكورنيا. عيانين الفي كي سي او نقول عليهم الفيرنال كريتو كونجكتيفايتس عندهم الرفلكس ده، بص على الكورنيا كويس يكون عنده حته كورنيا الالسرز، اي انفلاميشن طبعا اب تو طبعا انتر اوكولار انفلاميشن، عندك الاريدوسايكلايتس الجلوكوما، ما هم دول بريزنت برده بتيرنج، بس تاني هيبقى بقى عنده فوتوفوبيا وبليفروسبازم. يعني هو انا يعني اوت اوف سكوب ان انا نديفرنشيت حاليا، لان احنا ستيكي للمعلومات اللي كانسكي بيجيبها، بس هو دي حاجات تبقى عارفها ان اللاكريميشنز مش شرط يكون مشكله لاكريمال سيستم. انت في الاول اكسكلود الحاجات اللي هي الريفلكس اللي هي الدراي اي دونت مس اللي هو كاتبها في الاول، بس هو طبعا مش كومن العين هيجيلك، بس هي لها كذا ميكانيزم والعين برضو مش مستريح. اكسكلود اي انتر اوكولار انفلاميشن زي الايريدوسايكلايتس، بليز نوت طبعا مس طبعا حتى ايفن اكيوت كونجستيف جلوكوما كيراتايتس ايريدوسايكلايتس الكونجكتيفايتس والجاينت بابيلاري كونجكتيفايتس. ركز مع العيان، العيان اللي قافش خالص مش مجرد بيدمع، قافش ومش قادر حتى يفتح عينه قدامك مع نور السليت لامب، ده غالبا انتر اوكولار انفلاميشنز. خلاص القشه دي مش يعني مش هتبقى حاجه نورمال، او حتى ايفن كورنيال السرز، او حتى لو مينيوت ابريجنز مع جاينت بابيلاري كونجكتيفايتس برضو بيبقوا قافشين معاك مش قادر حتى تقلب لهم الجفن او تفحصهم يعني. طبعا التاني بقى الهايبر سيكريشن ده هو مش ترو ايبيفورات، طبعا زي ما احنا قلنا ده ريفلكس وده مش مشكله لاكريمال سيستم. مشكله لاكريمال سيستم خلاص هو الديفكتيف درينج. الديفكتيف درينج دلوقتي الفانكشنال دوت خلاص بقى واخد ترند كبير جدا، خصوصا في الناس السينايل غالبا الموضوع بيبقى فانكشنال اكتر من ان هو ترو ديفكتيف درينج او ترو اناتوميكال اوبستراكشنز اللي هو بنقول عليها لاكريمال بامب فيلير. اللاكريمال بامب فيلير ده نتيجه لاكستي في الليد. خلاص خلوا بالكم ان اللاكستي مش شرط يبقى مع فيشل نيرف بولسي، بس هو ده اشهر مثال مع ان الفيشل نيرف بولسي، لكن الناس السينايل هم بيبقى عندهم لاكستي والاوربكلاس بتاعتهم بيحصل فيها ديزنس عموما ان جنرال، فبرضه بيجوا باللاكريمال بامب فيلير. وبنشوف ناس كتير جدا الثمانينات والسبعينات عندهم اللاكريمال بامب فيلير ده، وبرضه بيعملوا لها حد هيقول لي بنعمل لها ايه، بيتعمل لها تيوبنج ودي سي ار، ما انت خلاص هي مش نورمالي مش فانكشنينج مش هيعمل، فانت لازم تشوف واي تاني مش هيعتمد على الاوربيكولارز ولا الهوردرز ان درينج. خلاص يعني هنتكلم بعد شويه مش وقته دلوقتي طبعا. او اناتوميكال بقى او مشكله اناتوميكال، الاناتوميكال هنبتدي من اول ليد مارش، يعني اللي عنده اكتروبيون او عنده سنشريون سيندروم اللي هي البانكتا البانكتا وايدلي ديسبليسد نتيجه ان الانتيريور لاكريمال كريست الانتيريور سيري كانسل تندون حصل فيه مشكله مش اتاتشد للانتيريور لاكريمال كريست. خلاص او اي اوبستراكشن، والاوبستراكشن ده خلوا بالكم انه ممكن يكون كومبليت اوبستراكشن او بارشل اوبستراكشن، وبناء عليه هشوف الكلينيكال بريزنتيشن. يبقى انا عندي اي مشكله في الليد مارجن والبانكتا اوبستراكشن ايزر بقى سواء كونجنيتال او اكوايرد، وايزر كومبليت او بارشل اوبستراكشنز في اني بوينت من درينج سيستم من اول البانكتا ريجن او للفالف اوف هاستنر. خلاص واللاكريمال بامب فيلير برده مهم جدا في الاكسكلوجنز ان برده ما يكونش في مشكله في النوز وسبيشال انفيرور تربنت. ياما شفنا عيانين عندهم مشكله انفيرور تربنت كبيره جدا وسبيشال الاطفال،
خلاص الادينويد والانفيرور تربنت، يمكن السيناي لا بيبقوش عندهم انفيرور تربنت هايبرتروفي، لان هو اصلا بيحصل لهم ميكوز الاتروفي والنوز بتاعتهم جيت اتروفايزد يعني. لكن تشك فيها اكتر في الناس الصغيرين في السن. فعشان كده حتى من الروتين هنعرف بعد شويه ان احنا بنعمل سي تي النوز وبرا نيزال ساينسز، مش عشان حاجه، عشان اكسكلود ان المشكله مش ان تي باثولوجي، يبقى هي مش عندي، فلازم اكسكلود ان ما عنديش اي ان تي باثولوجي عشان ابتدي بقى ان انا اتدخل في اللاكريمال، والا اي حاجه هعملها في اللاكريمال وفي ان تي باثولوجي هتبقى يوزليس. خلاص الكلينيكال ايفالويشن بتاع العيان مهم جدا انك هتاخد منه زي اي حاجه في الاوفثالمولوجي، اسمع عياني كويس، لان عياني اللي بيديني هيستوري كويس، وده في حد ذاته هيديني كي لانا ماشي في سكه ايه. طبعا العيانين برضو اللي هم الليترز دول بيبقوا هيزيتيتنج وبيقعد يدوخك ودوخيني لمونه، فانت يعني ايه برضو ما تخلوش يسرح في الكلام قوي، برضو جايد يعني، يعني جايد هم بليدنج كويتشنز، بس ما تحطش بروفيشنال دايجنوزس من مجرد انك شفت العين باي انسبكشنز، عشان احيانا انت بت اوفر او اندر دايجنوز حاجات اوريدي مش موجوده. اوكي فخلينا برضو ايه نبقى بالانسد ما بين ان انا برضو اسمع عياني وما بين ما خلوش يسرح بيا ولا انا كمان اسرح بيه. يعني هاد برضو دي حته هقولها للدكاتره الصغيرين، برضو ما تسرحش بعيانك انت كمان، نوت شام فور دايجنوزس، عشان انت مش فاضي تسمع العيان، وبرضو ما تخلوش ياخد من وقتك كتير عشان المصريين بيحبوا يحكوا كتير بس مش اكتر. اوكي طيب هاي اكسكلود طبعا زي ما قلت اي هايبر سكريشن واي حاجه تديني دراي اي، زي مثلا هيقول لك او مشكله اي ان تي كان عنده نزله برد، هو اصلا بيتعلم من كيوب انفيه، هو ده لسه عامل عمليه في النوز، ده قالوا له عندك ديفيتد سيبتم، ده مش عارفه ايه. تاني حاجه الديفكتيف درينج الحقيقي، هيقول لك ان الدموع دي يجي لك يشتكيها ايام الوينتي والكولد مش ايام الورم دراي رو. هي لها علاقه بالايفابوريشن، طبعا لها علاقه بالايفابوريشنز، لو هو لو التير هو في نسبه منه تقريبا حوالي 25% بتيفابوريت، فكل ما كان الويذر بيساعد على الايفابوريشن كل ما عيان الديفكتيف درينج مش هيحس بالسيمتومز لانه ميلي ايفابوريتد، يعني فاهمين قصدي، مش عشان حاجه يعني، هو الكولد والويند انفايرومنت مش هي بتمبيد الدرينج، هي الفكره كلها انها بتزود الايفابوريشن برسنتج اللي هي نورمالي المفروض بتحصل، فهو مش هيبتدي يحس بيها. ولست ايفيدنت ان ورم دراي، سوري العكس يعني، انا قصدي العكس، الورم دراي اي هي الايفابوريت، لكن الكولد وينتي مش بتيفابوريت. طيب وبيقول لك ان دوت الدرينج فيلير ريزر ذان هايبرسيكليشن، يعني حته كي يعني في العيان اللي هيجي مثلا اللي مش هيجي لك ايام الصيف يشتكي ويجي لك ايام الشتاء والرياح يشتكي، فانت بيقول لك غالبا ده مش هايبر سكريشن مش دراي اي، لان مش المفروض عيانين الدراينس بيجوا ايام الحر يشتكوا اكتر. لان السيمتومز مع الجو الحر بتزيد فعلا عندهم. الاكزامينيشن الاولاني طبعا هيبقى ايمنج ايه الايليد، الايليد هاخد بالي منه بما فيه البانكتم يعني، فهو اول حاجه هاخد بالي منها هو الايليد. الايليد طبعا هفحصه على سليت لامب، وممكن اشوفه بالاكزامينيشن يعني لو هو ايفرت او حاجه كده كلاسيكلي باينه ان هو عنده مشكلة اكتروبيون، ده هيكون واضح جدا مش محتاج حتى بص على السليت لام، لكن لازم تحطه على السليت لام وتشوف البنكتلا. البنكتوي اصلا يعني ده بقى في العيانين هي نورمالي فيسنج، نورمالي فيسنج فعلا الجلوب ولا لا، لان ممكن يبقى فيه حاجة اسمها احنا اخذنا في الايليد ممكن فيه حاجة اسمها بنكتل ايفرشن او بنكتل اكتروبيون، جاست البنكت زي ده كده مثلا، زي العيان اللي عندي في الصورة دوت، هو جاست ان هو بانكتل، هو جاست ان هو بانكتل ايفرشن. خلاص البانكتل ايفرشنز ده عنده مشكله فعلا، هيجي العيان دوت يشتكي من
او البنكتر الاكتروبين هيجي يشتكي فعلا من ابيفر لان هي مش ان كونجكشن. فخلاص الفيرست ستيب اوف درينج وخصوصا الانفيرو اتقفلت، ما هم التير في المارجن ستريبس هنا مش عارف يدخل البنكتر هيدخلها ازاي، مش هينط هو برشوت، لازم تبقى هي ان كونجكشن عشان ينزل بالكابيلاريتي والسكشنز اللي موجودين هنا والجرافيتي. طيب برضو، طب ايه برضو البنكتر لو فيها ستينوزس؟ انا مش شايفه هنا اي صوره، يمكن مش واضحه قوي، بس لو في سيفير بنكتر ستينوزس مفيش اوبننج، احنا اتفقنا المفروض انها بتبقى راوند او جاست سليت في الناس الكبار، هي راوند حتى هي صح هنا انفرتد بس هي راوند او جاست سليت، ساعتها الاقيها مقفوله اصلا، يا اما مش موجوده يا اما البابيلا موجوده وهي مقفوله بممبرين، ودي بنشوفها في الناس اللي هم عندهم كرونيك كونجكتيفايتس كتير، فدول دول هنشوف دلوقتي هنعمل لهم ايه. طبعا هو بيقول لك يعني انت اكزامن الكونجكتيفا قبل اي دايجنوستيك اريجيشن، اه ما طبعا ما انت هتدخل منين، لازم الكونجكتيفا تبقى اوبند عشان تعرف تدخل، لو مش اوبند لا هنتكلم بطريقه تانية، يعني لو هي كومبليتلي كلوزد او سيفيرلي استينوست لا هنتكلم بطريقه تانية. في حاجه بقى البنكتال استينوزس عموما احنا قلنا بتبقى باينه قوي في الناس الكبار واحيانا بيبقوا اسيمتوماتيك مع بنكتال استينوزس. بصوا يا جماعه الكبار بيبقوا دايما عندهم دراينس خلاص، فلو حصل له ستينوسس مش هيحس بيه، بالعكس هو يفيده. انا مثلا لسه حاله جايه لي سيكندري جوكنت سندروم، هي روماتويد بيبقى عندهم سيفير دراينس، من رحمه ربنا بيها ان البنكتل بتاعتها باي لاترال وابر ولور كانت كلوزد ممبرين، فسبحان الله ده كانه بقى خلاص يعني ده كانه سيرجري طبيعيه اتعملت لها، يعني انها تساعدها في انها تبريزرف شويه اللاكريمال الفلويد اللي عندها مع شويه الاثارات اللي احنا بنديها لها سبستيتيوتس. فهم الناس الكبار ممكن انت بتفحصه وتلاقيه اه بنكتال ستينوزس عنده واحده مقفوله وواحده مفتوحه والعين مش بيشتكي، وانت مش شايف مارجن ستريب بيفر، لان هو هتلاقيه عنده ريلاتيف اصلا دراينس من السينيلتي او داخل في جوكنون سواء سيكندري او برايمري خلاص، فده نورمال، فعادي العين ده ما تقربش منه، ما تقولوش لا انت انت عندك، شوف العين بيشتكي ولا لا. فهو ده اللي كنت بقول لكم نوت جامب فور دايجنوز، اه ممكن على ستيت لام فعلا انت شايفه مقفول بس سيبه في حاله، ده ده من رحمه ربنا بانها اتقفلت خلاص. فمش كل البنكتر ستينوزس تقول له لا تعالى اعمل لك عمليه او انت عندك مشكله او تعالى اسس يو خلاص مش مشكله. هو حتى كانسكي كاتبها اللي هو اسيمتوماتيك ان ميني كيسز ديو تو انسفشنسي اوف ذا تير برودكشن اور انكريزد ايفابوريشنز خلاص. طيب برضو ممكن غير الاكتروبيون والبنكتال اكتروبيون والحاجات دي انا ممكن الاقي بنكتال اوبستراكشن مقفول مش ممبرين بحاجه اسمها كونجكتيفو كاليسز. الكونجكتيفو كاليسز دول ناس عندهم ريدندنت كونجكتيفا، فتلاقيه كده وهو حتى في النورمال بوزيشن الكونجكتيفا مش فيرملي اتاتشد، يعني هو المفروض هي لوزلي اتاتشد للباربر كونجكتيفا بس ما يبقاش الدنيا مبهوقه كده، يعني ده الكونجكتيفا عامله ممبرين وفول والممبرين ده اهو الصوره دي، بس هو مش جايب البنكتم فيها بس بيبقى فعلا عامل زي حاجز ما بين المارجن ستريبس، هو ممكن يقفل البنكتاي او هو في نفسه يعتبر كانه ميكانيكال اوبستراكشنز ان التيري يعمل الستريب الطبيعي ويمشي في الباس واي الطبيعيه بتاعته. الكونجكتيفا الكاليسس دي بنضطر طبعا نعملهم عمليه اسمها بريوتومي، ان انا بشيل الكونجكتيفا واعمل لها ري اتاتشمنت كاني عملت لها كونجكتيفو بيكسي، يعني ان انا فكسيت. في بقى سندروم برضو كان مكتوب في كينسكي الطبعات القديمة مش مكتوب في الطبعة دي مش عارفة ليه تشيل، اسمه سينشيريون سندروم. سينشيريون سندروم دوت عندهم ان كل الميديال بارت، كل اللي هو الميديال بارت بتاع الليد ده حصل فيه مال بوزيشنز، وبالتالي البنكتا البنكتاي راحت كده قوي من الاريا بتاعت اللاكريمال لكس اللي هي المفروض تبقى ان كونجنكشن معاها. ليه حصل كده وبيبقى عندهم وايد نيزل بريدج؟ العيانين دول حصل معاهم كده علشان الانتيرو لاكريمال كريست تقريبا بتبقى فيها مشكله، سوري الانتيرو
الانتيرو كان ثلثين دون الاتاتشمنت بتاعته الانتيرو لاكريما كريستي فيه مشكله، والعيان ده بيبقى حله انك تقص له بس الانتيرو كانسل تندون، بتفتح وتقص له الانتيرو كانسل تندون. وهو مش مهم على فكره بالنسبه الانتيرو كانسل تندون دوت بتاع الميديال كانسل تندون مش مهم قوي عندنا، المهم هو البوستيريور ميديال كانسل تندون، هو ده الانكورنج فعلا للترساي خلاص. فده بس حله كده. في بقى ان انت ممكن يكون برضو كل ده احنا لسه في الليد والبنكتم بالانسبكشن على السليت لامب، ممكن طبعا يكون عندي احيانا لاش موجود هنا ديسلوج ده بقى بشيله، يعني هو كأنه فورين بودي خلاص. ممكن الكرانكل يكون اللارجد، في عيانين بيبقى اللارجد وبرضو يعمل نوع من الديسبليسمنت البنكتم اوي اذا بتاع، فده هتعمل له برضو بارشل يعني هتشيل كرانكل بارشل ريموفل للكرانكل خلاص. وعيانين اللي هم اللي كنا احنا بنقول في احيانا في الليد لاكستي بيحصل ان البنكتاي وهو بيقفل عينه بتوفر رايد التانية او الليد امبريكيشنز اتكلمنا عليها برضو في الليد. وفي بقى لو انا عندي البنكتم حصل فيها انفلاميشن اللي بقول عليه نتيجة ان الكانالكولاي فيها انفلاميشن بقول عليها بوتينج بنكتم، يعني الكانالكولاي انفلام ده هي فيها هايبريميا هي وطول النهار ودايليتد وطول النهار عمال يتصب في ميوكو بيرولنت ديستشارج لدرجة ان البنكتم انفلامد. بصوا هو هي حته كلينيكال تابس قوي كده بس هي مش مذكوره قوي كلاسيك تيتشنج. لو لقيت في اي انوميلي في البنكتم بس ما كانتش طبعا سيفيرلي اكلودد يعني بوتينج مثلا شويه حاجه، انا بنحب ندي شويه استرويدز لان الانفلاميشن احيانا بيضيق البنكتم بيعمل مشكله، بدي بندي العيانين لوبريكانت عشان اقفل حته الريفلكس دراي اي دي ان هي تكون هي سبب التيرنج، ودي وندي ويك استرويد كده بحيث انه 15 يوم يعني بحيث انه لو في اي انفلاميشن هو اللي مضيق الانفلاماتوري بروسيس او الانفلاماتوري اديما هي اللي مضيقه اللاكريمال باسج باس ويز بتاعتي خلاص بيتحسن. وبعد كده بعد 15 يوم لو لسه الشكوى موجوده عندي ده ما كانتش انفلاماتوري بروسيس ببتدي اري اساس العيان فعلا ان هو ترو ايبيفرا او ترو ديفكتيف درينج. اوكي طيب بعد كده المهم برضو ان انا ابص على السكين اللي حوالين الليد لان كتر الايبوفرا والتيرز على الاي ليد نفسه بيدخلني في سيكاتريشال بروسيس ان هو بيعمل زي سكارينج تيشو والانفلاميشن يعني وسكارينج تيشو والسكارينج ده ممكن يعمل طبعا يدخلني في سيكاتريشال اكتروبيون فهدخل في عمليه وبيبقى طبعا اول السكين يبقى ارسيمتس وسكيلي مع الكرونيك ايبيفرا تبقى عمليه انويد للبيشنت انوينج للبيشنت يعني. فاحنا كده خلصنا خلاص اللاكريمال بانكتاي والليد ودول مهمين. هبص بقى الحته الثانيه اللي عندي اللاكريمال اللي هو اللاكريمال ساك الاكزامينيشن بتاعه الاول ممكن ابص عليه بالانسبكشن قبل ما اعمله لانه ممكن يبقى سوولن وشايفه ريدنس خلاص ما ده اكيوت داكروسيستايتس. طب ممكن اشوف شايفه فيستولا خلاص دي كرونيك مثلا ويست فيستولا او كانت اكيوت ويست فيستولا سوولن بس ما فيش ريدنس فوقيه خلاص دي كرونيك داكروسيستايتس او ميوكوسيل. ابتدي بقى ممكن ما يكونش سوولن خلاص ماشي اوكي ابتدي احسه ابقى بالبيت اي حاجه في اندرلاين سويلنج. طب السويلنج ده هارد سوفت هل حاسه انا مثلا ممكن يكون في ستونز تحتي او كده في حاجه انكورنج طب ولا ربما يعني لا قدر الله يكون تيومرز دونت ميس تيومرز. طب ما فيش سويلنج واي حاجه بعمل حاجه اسمها طبعا كلنا عارفينها اللي هو الريفلكس تيست. الريفلكس تيست ده عشان اشوف فيه بوست فريكرج ولا لا. الفكره ان انا ببرس بصابعي طبعا هو ما فيش صوره ليها هنا بس هنشرحها. انا بعمل زي ليتل ايفرشن كده عشان اشوف اللور بانكتم بتاعتي ايه اللي هيرجرج منها وبعمل بريشر هنا خفيف خالص على اللاكريمال ساك اجنست طبعا اللاكريمال بول وبص على البنكتم هيحصل ريجرج ولا لا. وانس انه حصل ريجرج يبقى انا عندي ديفكتيف درينج ايا كان السبب. في ناس كانت بتقول يعني ككلاسيك البوست فريكيرش للميكوبيرلنت ده معناه نيزو لاكريمال داكت اوبستراكشن على اساس ان الستيك
وان دوت خلاص ان انا عندي دي اوبند يعني البنك توم اوبند والكانيليكولر سيستم اوبند والساك اوبند والاوبستراكشن على الليفل بتاع النيزو لاكريمال دكت، فخلاص الساك محوش الميكوبيرنت الديستشارج ده وهو ريجرجيت بدليل ان انت شفته كده ما عنديش اوبستراكشنز في الابر بارت بتاع اللاكريمال درينج سيستم. بس لا، ما ممكن يكون بشر اوبستراكشن يعني حصل ريجرج بس في مثلا ايه اللي يمنع ان يكون عندي اوبستراكشن تحت اوبستراكشن مثلا فوق، واللي تحت مثلا كومبليت او سيفيرلي بارشل خلاص يعني كومبليت او نير كومبليت يعني، وفوق مثلا في حته بارشل اوبستراكتد مثلا في الكانالكولاي وحصل ريجرج من بارشل اوبستراكشن. ما هو بتاع البارشل اوبستراكشن عادي في بيتنت كانالكولاي سيستم بس مش بيتنت بكل النورمال بيتنس بتاعه، فيحصل ريجرج اتس اوكي بتاعي، فلازم اكمل الايفالويشن بتاعي. يعني فكره ان انا وانس لقيت بوزيتيف ريجرج ما كملش الايفالويشن وخلاص هو ده هو ده نيزو لكن ادكت اوبستراكشن، لا. طب حد هيقولي طب هيفرق ايه؟ ما هي كده غالبا التريتمنت او المانجمنت او الانترفنشن واحد. لا هيفرق برضو شخص العيان صح يعني، ما هي مش دونت جامب يعني بلاش في خلينا نمشي سيستماتيك، احنا نتعلم صح ونشخص صح والمانج العيان صح، ما يمكن هو ما يتحسنش بعد كده يحتاج يعني ريسيرجري، او ممكن اكون انا مثلا هعمل له اوبن دي سي ار وما عملش معاه كانيوليشن. طب لو عملت اوبن دي سي ار في نيزو لاكريمال داكت اوبستراكشن وما حسيتش مثلا اللاكريمال ستنت زي السيليكون تيوبز اللي بنحطها اللي هي الباي كاناليكولر، يبقى انا كده وما عملتش دايلاتيشن كويس في الاول، طيب يبقى انا كده العيان استفاد ايه؟ مش هستفادش حاجه لانه لسه ستيل عنده المنطقه دي فيها بارشل اوبستراكشن، وبينما انا عامل ايه اوبن دي سي ار كويسه ويعني اناتوميكال كجراحه كويس، لكن العيان لسه بيشتكي من ابفره خلاص. فدونت جامب الدايجنوزس لان العيان احيانا بيبقى عايز كذا موداليتي علشان انت عارف ان في باثولوجي هنا وباثولوجي هنا، فانت عايز توفركم الباثولوجي اللي هنا والباثولوجي اللي هنا خلاص. طيب طبعا ده خلاص احنا عرفنا الريجرج تيست وعارفين انتوا الكلينيكال كومنتس بتاعتكو. في حد بيقول لك بس بلاش بالبيت في الاكيوت طبعا تاكروسيستيشن عشان تبقى فيري بينفول يعني ايا كان، او في وطبعا رير طبعا انك تلاقي ستون او تيومر. بقى خلاص كده ده الاكزامينيشن بتاعي اللي هو الكلينيكال بسليت لامب. على السليت لامب طبعا هبص برضو الفلوسين بقى هبص هبص على المارجن ستريب تيست اللي احنا قلنا احنا بنفحصه، شايفين ده مثلا ده صورة انا قلت بفحص التير التير منيسكس الهايت بتاعي، وقلنا عندنا على السكيلز في السليت لامب في سكيلز بتوصل 2 من 10، ولو مش قادر اشوف التير بالعين المجرده عادي احط نقطه فلورسين عشان طبعا يهايلايت التير سكريشن بتاعي. هنا مثلا ده كده ابرنتلي حتى من غير ما اجيب انا مقياس على السليت لامب هعرف ان دوت ايه هاي، بنقول عليه هاي او وايد طبعا مارجنال تير استريب. المفروض بشوف العينين واشوف برضو الفرق ما بينهم، دي اول خطوه هفحصها كلينيكال. طيب احنا قلنا النورمال بتاعي المفروض ان هو 2 من 10 ل 4 من 10 مليمتر، لو بقى 6 من 10 او مور ده خلاص ده شور دايجنوزس اوف ابيفرا. في تيست تاني بقى هعمله حاجه اسمها فلوريسين ديس ابييرنس تيست. ايه الفلوريسين ديس ابييرنس تيست؟ هحط نقطه فلوريسين خلاص في الكونجكتيفا، والمفروض استنى واقعد العيان جنبي كده او على كرسي على جنب 5 ل 10 دقايق خلاص. 5 ل 10 دقايق المفروض افحصه تاني ما اشوفش الضايف العين لانه خلاص المفروض ان هي تبقى درينت على الاقل دخلت السك. لو لقيت الضايق وده غالبا بيحصل في عينين ابيفرا بعد كده ان هو ده برولونجد ريتينشن، ومعنى كده ان انا عندي تروق ابيفرا وده فيه ديفكتيف درينج ده مش هايبر سكريشن. طيب كانسكي بيقول لك خد بالك ده الفلوريسين ابييرنس تيست غير الفلوريسين كليرنس تيست. الفلوريسين كليرنس تيست ده هناخده في تشابتر الدراي اي. الفلوريسين كليرنس تيست دوت ده بيجيب بيحط فلوريسين في العين ويحط واللي هو الكليرنس تيست وبيحط الشيرمر
بيحط معاه شورمر ستريبس عامل زي الروز بنجل تيست كده، ده اسمه فلوسين كليرنس تيست. يبقى ديس ابييرنس تيست ده بتاع اللاكريمال 10 انش، الكليرنس تيست ده بتاع الدراي اي، بيحط فلوسين وشورمر تيست وبيشوف بيستنى على عين العيان، بيستنى عليه تقريبا اب تو 15 مينت ويشوف الفلوسين عمل ويتنينج للشورمر قد ايه، عشان يشوف الكليرنس ريت بتاع عين العيان. وده ده واحده من الميثودز اللي بيشخصوا بيها الدراي اي. بعد كده هدخل بقى على اللاكريمال اريجيشن. اللاكريمال اريجيشن سيست دوت اول حاجه لازم هعمله بشروط. الشرط الاولاني ان لازم يكون عندي اسيرتينيتي ان عندي بانكتال بيتنسي تقدر تدخل الكانيولا اللي هي اللي بعمل بيها اللاكريمال اريجيشن تيست. احنا بنعمل بالكانيولا ممكن بنعمل اللي هي بنقول عليها 30 جيج، يعني هي رفيعه جدا 30 جيج سيستم، خلاص دي اقل من واحد من يعني حاجه اعتقد في السيرينج سيستم. انت لو ما بتستخدم ال 30 جيج بتتكلم تقريبا في حاجه كده زي ميلي واحد، يعني واحد من عشرة ميلي. فهو طبعا لو كان عندي ستينوز ينفع اعملها، بس المهم يكون بيتنت ما يكونش فيه ممبرين واروح جاي داخله بيها عافر. طبعا هعمل فولس باسج وهعمل تروما، وهي اصلا بتبقى سوفت تبد، انت مش سن سرنج عاديه، دي سوفت تبد الكانيولا بتاعتي اللي انا هحقن بيها دي. طيب يبقى لازم يكون ما فيش كلوجرز او سيفير ستينوزس. اوكي، وما ينفعش اعملها برضو مع acute infection. دي الشروط بتاع اللاكريمال اريجيشنز. اللاكريمال اريجيشن احط انستيزيا في الاول، ولازم احط انستيزيا كتير من فضلك، لان انت بتطش البون في لحظه اللي هو اللاكريمال بون وانت بتدخل تعمل التست ده، فبتبقى عمليه بينفول شويه. يعني هو فعلا ريلي تست بينفول للعيان، والعيان يبقى قاعد ومستريح. وخلي بالك من الفيزوفيجر ريفلكس، لان احيانا عيانين ما بيستحملوش البين وممكن تحصل مشكلة، فلازم يبقى برضو مع يعني انت مركز وانت بتعملها، لان ممكن يكون فيها نوع من الميديكال انسلتس على البيشنت بتاعك. البنكتوي بقى هتدخل بيها على طول او ممكن تعمل بروبينج، يعني هو تعمل شوية دايلاتيشن، يعني سواء بقى بالبنكتال دايليتور او حتى بسن السرنجة اللي انت بتحقن بيها اللي هو سن السرنجة 30. هتعمل بنكتال دايلاتيشن ازاي؟ هتدخل فيرتيكال زي ما هو كده في وريك الصورة ده في البنكتال، خلاص هو فيرتيكال هو 2 ميلي، وتقف تستنى شوية وتلف الكانيولا 30 في البنكتال رايح جاي كأنك بتوسعها قبل ما تقلب ايدك القلبة بتاعت الهوريزونتال دي. طبعا خلي بالك شايف هو في كل الصور هو ادي سبعه اهو عند الاوتر كانسس شديد، وعامل شويه ايفرشن عشان يشوف البنكتم، لازم يبقى اندر جود اليمينيشن وشايف البنكتم ما يخشش بلايندلي. وهنا برضو اهي شادد، اوكي شايف شادد برضو، ودخل الاول فيرتيكال حوالي 2 مليمتر وهو شادد، وبعد كده قلب ايده 8 مليمتر وهو ماشي. برضو عايز اقول لكم حاجه، احنا احيانا ساعات شويه يعني نعمل شوية تلت الكانيولا تحت، هو هنا يمكن شديد قوي لدرجة انه عامل ستريتنينج يعني كلها على السيم هوريزونتال الاليمنت. شايفين الابر هوريزونتال كانالكولاي نازلة ازاي؟ نازلة في انجل داون وورد، لكن ودي المفروض كانت تبقى ابورد زي في الاول كده قبل ما يشد قوي. هنا شدد شوية، هنا شوف شد زود الشد التراكشن على الاوتر كانسس بحيث انه عمل الكمبليت ستريتنينج، فبالتالي الكانيولا تمشي هوريزونتال باس واي كويس. لكن لو انت مش عامل الشده الجامده دي قوي، انزل بالكانيولا بتاعتك تلت شويه عشان تمشي مع الاناتوميكال باس واي الطبيعي. اهو الاناتوميكال مشي، شايفين انجلد شويه كده اهو لفوق. طيب هنمشي كده وانت عامل التنشن على الليد والبلانت كانيولا بتاعتك دي، تبقى طبعا هتبقى مليانه ايه، هتبقى مليانه صلعين، مش هتبقى مليانه حاجه تانية. وهتوصل الاول تشوف انت عملت بقى الستوب بتاعتك، انت وصلت خلاص للاوتر بانكتم ودخلت في السيك، تروح بقى تكمل. هتشوف لو ما فيش اوبستراكشنز خالص ودخلت وكملت، انت هتخبط هنا فين؟ هتخبط في البون،
يعني الساك اجنست البون، فبالتالي دي اللي بنسميها هارد ستوب خلاص. فانت هتحس فعلا وبتتحس خالص ان انت هتخبط في ريجيد لاكريمال بون. طيب لو خبطت في البون لو سمحت ما تحقنش على طول وانت خبط في البون، بترجع لورا تاني شويه عشان تبقى ايه ميد واي كده في الساك وبعدين تحقن. لكن اوعى وانت خبط في البون هتحقن، نتيجه تحقن هتلاقي فيه اوبستراكشن مش عارف تحقن وتقعد تعفر وممكن تعمل تروما للعين. فلازم انت خلاص خبطت في البون وعرفت ان انت عندك هارت ستوب، ارجع لورا شويه واحقن السلاين ويبقى جنتل اريجيشنز خلاص. ونسال العيان بتاعي او العيانه بتاعتي انت حاسس بالسلاين في زورك ولا لا. لو بيتنت لاكريمال سيستم حتى ايفن لو في بارشل استينوزس، يعني هو المفروض هيحس. يبقى هو هيحس امتى؟ هيحس لو في بيتنت لاكريمال سيكنس ان جنرال حتى لو في بارشل استينوزس او اللي بنقول عليها لاكريمال بامب فيلير خلاص. لكن ما يحسش امتى بقى؟ لو في كومبليت اوبستراكشنز. يبقى التست ده مش بيشخص، مش هو الاند ريزلت، لان هو لو حس بالسلاين في اللاكريمال اريجيشنز مش معنى كده ان انا عندي بيتنسي خلاص والعين قوم روح مع السلامه. لا، ممكن يبقى فيه دوت بارشال بيتنسي. ده الكلام اللي كنت بقوله من شويه، الناس اللي كانت بتقول ان لو عندي بوست في ريكيرج وانا بعمل الريكيرج تيست يبقى ده خلاص نيزو لكن ما بتاكت اوبستراكشن. لا، ما اصبر شويه، لانه ممكن يكون في بارشال اوبستراكشنز وممكن يبقى في بارشال كانالكولار اوبستراكشن برده نفس الكلام. فهنا برضو نفس الكلام هنقوله، ممكن يكون اللاكريمال درينج سيستم. طبعا اللاكريمال درينج سيستم ايه؟ ديستال. ايه؟ خلي بالكو انا مشيت كده اهو خلاص، يبقى ديستال لللاكريمال سيك، يا اما بارشال اوبستراكشنز يا اما عندي لاكريمال بامب فيلير. طيب سيب بقى ما حسيتش الهارد ستوب دوت. لو انا ما حسيتش الهارد ستوب بتاعي وحسيت السوفت ستوب، السوفت ستوب ده يعني ايه؟ يعني في تيشو جاي هنا سواء بقى موجود في الكانالكولاي او موجود حتى ايفن في استيك، انت ماشي انت بتزق التيشو قدامك بتزقه وحسيته اجين هنا، انت مش قادر توصل للبون لان في تيشو قدام الكانيولا، ممكن يكون في الكانالكولاي وممكن يكون عند الاوبننج عند الكومن كانالكولار سيستم دي خلاص، وانت بتزقها قدامك. فده خلاص ده بيديك احساس السبونجي السبونجي سنسيشن، وما بتوصلش انت للبون خالص وما بتحسش الهارد ستوب اللي انت المفروض نورمالي حسيته. في صورة دي هنا يمكن موضحها كويس جدا اهي، شايفين هنا الكانيولا لما دخلت على طول ما فيش قدامها اي اوبستراكشن. فلما جه خلاص هنا عند الوول بتاع اللاكريمال ساك عملوا بريشر او بريسنج اجينست ايه اللاكريمال بون، فحصل الهارد ستوب. وبعدين لما تيجي تحقن لازم ترجع لورا شويه زي ما احنا اتفقنا. هنا بقى لو عندي مثلا الكومن كانوليكولر هي اللي مقفوله وفي ممبرين، هيمشي هو هيزق الممبرين قدامه وهيوصل فعلا للاكريمال بون، لكن مش هيحس الهارد ستوب طول الوقت حاسس سبونجي ستوب. يجي بقى يحقن، تعالى بقى العين ده خلاص هيرجع لورا شويه هو حاسس سوفت ستوب ماشي زي ما احنا اتفقنا، تعالى بقى احقن في العين، تعالى احقن في العين دي. مش هيدخل اول حاجه، مش هيدخل فلويد في زور العيان، مش هيحس باي حاجه، وتاني حاجه هيبتدي يحصل ريكيرج، الفلويد اللي انت بتحقنه هيرجع منين؟ لو انت في الكومن كانوليكولس اناتوميكالي المفروض يرجع ابر ولور، يعني هيرجع ابر ولور، بس خلي بالكو هو هيرجع من الابر اكتر من اللور ولا هيرجع بنفس الانتنسيتي. في كتب احيانا بتقول ان الريفلكس الريفلكس بيرجع من الابر اكتر شويه من اللور، مش عشان حاجه، عشان الكانيولا واخده شويه سبيس من اللور، فالفلويد هو بيتحقن بيروح للويل اسهل دايما، فالويل مفتوح قدامه اكتر هيبقى هو الابر. طبعا لو الممبرين ده لا مش في الكومن كانيليكلوس وعند هنا عند اللور، هتلاقي طبعا الريكيرج الطبيعي ايه راجع من بين اللور. طيب في حاجه بقى تاني، الممبرين ده ممكن تحس هارد ستوب ويحصل ريكيرج من الابر واللور، ودي شفناها كلينيكال، هو كانسكي مش كاتبها، بس ده بقى لما بيكون في ايه كومبليت اوبستراكشن.
ما هو خلي بالك الكومبليت اوبستراكشنز في النيزو لاكريمال داكت مش اول حاجه العين انت هتحس هارد ستوب، خلاص انت مفيش ممبرين قدامك دخلت. تاني حاجه بقى العيان مش هيحس السلايم في زوره، يبقى خلاص ده كده ده شور كومبليت اوبستراكشن. انت رجعت شويه وبتحقن وبتحقن وبتحقن، هو مش حاسس، مليت الساك والساك مال بزياده وفاض، هيفيض على ايه؟ ما هو مفيش الباسوي ده مقفول خالص، هيرجع يفيض من هنا ومن هنا، فيحصل برضو نفس الكلام ريجرج برضو من الابر واللور. فخلينا نتفق يعني ان برضو الابر واللور مع الهارد ستوب يبقى دوت كان الكومبليت اوبستراكشن للنيزولاكريمال داكت. ابر ولور ريجيرج مع سوفت ستوب يبقى ده كومن كاناليكولر. لور طبعا انت داخل، لو داخل من اللور يبقى دوت الكاناليكولر سيستم، لور كاناليكولر سيستم اوبستراكشن. لحد ما احنا وصلنا لبروفيشنال دايجنوزس من السيرنج تيست، لكن ده ما عجبش الاوسرز لان هو قال لك ايه، ما انت من الاول وانت عندك هارد اوبستراكشن هارد ستوب سوري، وعند والعين حس حس الميه في زوره، خلاص احنا قلنا ايه، قلنا دوت ممكن يكون من العين بيشتكي من ايفيفرا، يا بارشل اوبستراكشن في الباس ويز ايا كان بقى، بارشل اوبستراكشن هنا بارشل اوبستراكشن هنا خلاص، يا اما لاكريمال بامب فيلر. طب انت هتديفرنشيت ازاي؟ فعملوا بقى اللي هو بنقول عليه جونز داي تيست. لكن العيان بتاع السوفت ستيب ستوب سوري وحصل خلاص ريكيرش، ده خلاص ما تكملش انت، خلاص انت فور شور كده وصلت للدايجنوزس، هو هتبقى المشكله في العيان ده اللي عنده هارت ستوب ما حصلش ريكيرش، والعيان حس الميه في زوره، بس هو عنده ابيفرا. انت عارف ان عنده ابيفرا منين؟ من الاول بقى، من العين جاي يشتكي لك، انت خلاص اكسكلود الهايبر سكريشن، اكسكلود كل الحاجات اللي ممكن تبقى مسؤوله عن الريفلكس تيرنج، بصيت على اللاكريمال ستريب بتاعك في الاي لقيته اعلى من 4 ملم وصل 6، خلاص عملت الفلوسين ديس ابيرنس تيست وقعدت العين جنبك 5 و10 دقائق ورجعته تاني على السليت لامب لسه شايف تير منسكس قدامك وواضح، فمعنى كده خلاص العين ده عنده فعلا ديفكتيف درينج. جبت عملت بقى عملت التست دوت، فانت شفت كده خلاص، يبقى العيان هو نمبر اي ده بتاع الهارد ستوب وبرش اوبستراكشن لاكريمال بامب فيلير، هو وما حصلش معاه ريجرش في السيرنج تيست، ده اللي هدخله واكمله جونز داي تيست. لكن العيان ده لا، ده خلاص ده اتشخص خلاص، يعني جو بقى، يعني جو بقى فور انترفنشن بقى، فور سيرجيكال انترفنشن بالنسبه له. طبعا في العيان الاول بقى اللي هو عنده بانكتال اكلوجن كومبليت بانكتال اكلوجن من الاول، نعين تاني خالص، ده سكه تانيه هنتكلم فيه، اللي كان بروفايدد ان عندي بيتنت بانكتاي خلاص. فانا مش عارفه بقى كانيليكولر سيستم مقفول ولا الكومن كانيليكولر ولا اللاكريمال سيك ولا النيزو لاكريمال داكت ولا كان لاكريمال بامب فيلير، خلاص يبقى فكر في عياني اناتوميكال. طيب تعالوا نشوف الجونز داي جونز داي تيست بقى. الجونز داي ده في منه تو تايبس، تايب 1 وتايب 2. تايب 1 ده بيعمل ايه بقى واللي هو بيسميه برايمري تيست، خلاص برضو نفس الكلام. خلوا بالكم ان برضو كانسكي برضو ابتدى التيست بجمله provided that there is no punctal abnormality، عشان خلاص البنكتال abnormality ده entity لوحده، بنصلح البنكتال abnormality ونشوف العيان من اول وجديد خلاص. طيب وده عيان حس السلاين تيست ان هيز اور هير ثروت ان اريجيشن، نفس الكلام اللي قلته لكم من شويه، ده العيان الاولاني بتاع الهارد ستوب اللي حس السلاين في زوره، ده هتعمل له ايه؟ اول برايمري تيست ايه الام بتاعه؟ هو بيديفرنشيت ده بارشل اوبستراكشن في اللاكريمال باسج ولا لاكريمال بامب فيليرز ولا برايمري هايبر سكريشن. طب بيعمل ايه؟ بيحط فلوريسين زي كما لو كنت هعمل فلوريسين ديس ابيرنس تيست في الكونجكتيفال سيك، وقعد العيان جنبي 5 دقايق، وبعدين بقى مش هبص على اللاكريمال ستريب، لا انا هجيب حضرتك عود قطن كده اللي هو كوتون تبد، اي حاجه كوتون تبد كده على معاها لوكال اناستيزيا، واجي انا ادخل من النوز بتاعته خلاص، الكوتون تبد اهو، وادخل من النوز بتاعته عند تحت الانفيرور تربنت واحط العود بتاعي، اشوف هياخد الفلوريسين ستين ولا مش هياخد الفلوريسين ستين. طيب العيان ده بقى لو اخد الفلوريسين ستين ده اللي بقول عليه بوزيتيف، اللي هو ده خلاص انا هو كده ملا، معين حاسس اصلا السلاين في زوره فلازم هيملى، ما حدش قال انه مش هيملى لانه حاسس السلاين في زوره خلاص، فخد الفلوريسين ستين.
طيب ده اللي هسميه بوزيتيف، ده خلاص هعرف ان ده هايبر سيكريشن، ده عيان الباسوي بتاعه ماشي فل. بعد 5 دقايق بالظبط الستين ظهرت عندي في الانفيرور تربنت، فمعنى كده ان ده هايبر سيكريشن. واحنا قلنا الهايبر سيكريشن برضو ممكن اشخصه برضو ما ان اديشن تو طبعا ان انا اكسكلود الكوزز بتاعت الريفلكس، وابص على المارجن ستريب غالبا مش هلاقي بعد 5 دقائق في الفلوسينتس ابينس تيست، بعد 15 دقائق برضو مش هلاقي عندي مارجن ستريب في العين، بس شور بقى مع الجونز داي برضو ده كومبليت شورنس كده خلاص ده هايبر سيكريشن. طيب النيجاتيف بقى اللي هو بعد 5 دقائق بالظبط مش هلاقي الكوتون تيبد بتاعتي في الانفيرور تحت الانفيرور تيربنت او اللي هي في الانفيرور ميتس ما خدتش اي ستين. انا بصراحه كلينيكال ما بحطش انفيرور تيربنت، انا بخلي العيان يعمل بلونج اوف نوز في الهاند كارشيف، يعني في اللي خلاص في اللي هو في التيشوز، خليه كده يعني بالعربي كده ينف نفه كويسه واشوف الستين ظهرت على المنديل ولا لا. لكن ما يعني ما بحطش الكوتون تيبد، بحس انها انفيزيف قوي يعني كفايه عليه، هنعمل عملنا له سيرنج والحاجات دي. وبحب برضو انا اعمل جونس داي قبل السيرنج تيست، ليه؟ اللي هو تايب 1 على الاقل، تايب 1 بحس ان هو بيديني برضو كلو، يعني انا طبعا عارفه ان كسيستميك ابروتش المفروض ان انا اعمل سيرنج الاول وبعدين اعمل جونس داي، بس الجونس داي ده اللي هو تايب 1 ده تيست عامل زي فلوسين ديس ابينس، بس كل ما في الامر انت عايز بتشوف الفلوسين بدل ما تشوفه من العين بتشوفه من النوز، فهي يعني تيست بسيط وتعمل جنبك على ستيت لامب في العياده، والعياده زحمه وما فيهوش حاجه، بس هو كل ما في الامر خد بالك ان هو بعد 5 دقائق يتعمل بعد 5 دقائق بالظبط، لان انت لو طولت عن 5 دقائق وهو عنده لكريم البامب فيلير ممكن يديك بوستف، فانت هتمس دايجنوز برضو، فانت لازم تبقى باصص على الساعه ان هو 5 دقائق بالظبط تشوف العيان في جونس داي تايب 1. طبعا اللي قلته ده دي كلينيك، ده ماي كلينيكال اكسبيرينس، لكن خلينا نستيك الكانسكي نتكلم نتكلم زي ما هو بيقول بالظبط. خلاص احنا نيجاتيف قلنا بقى هيبقى الايه النوعين التانيين، يا اما عنده مشكله في الميكانيزم في البارشل في البامب فيلير، في البامب فيلير مش هينزل اصلا، يا اما بارشل اوبستراكشن خلاص يعني شويه بيعدوا شويه ما بيعدوش، فعشان كده العين حس النوز الصناين نوز انه حرقه، لكن لسه بعد 5 دقائق لان ده وقت لسه يعتبر بدري ومفيش فورسبل انجكشن زي ما بيحصل في الاريجيشن تيست. الاريجيشن تيست انت بتعمل فورسبل انجكشن فبتلاقي العين بيحس بسرعه، انت مش بتعتمد فيها على الكونتراكشن بتاع الهورنرز ولا بتعتمد فيها على الكومبليت بريتنسي، لا فانت بتوفر كام النقطتين دول، فعشان كده العين حاسه الصلاين في زوره. لكن ليه؟ عشان ما حدش يجي يسالني ليه حاسه الصلاين في زوره وما ظهرش فلوريسين، خلاص ان التاني ده فورسبل انجكشن، لكن ده النورمال باس واي الطبيعي بتاعي اللي بياخد وقته بيعتمد على الكونتراكشن بتاعت الهورنرز والكمبليت بيتنسي بتاعت النيزولاكريمال داكت نيزولاكريمال داكت خلاص. طيب العين النيجاتيف ده اعمل بيه ايه بقى؟ اعمل له بقى جونز داي تايب 2، خلاص انا شخصت البوزيتيف ده مش هعمل له حاجه، هاجي بقى اللي هو ايه تايب 2، انا عايز اعرف هو بارشل اوبستراكشن ولا مشكله بامب فيلير، هعمل ايه بقى؟ خلاص هو اوريدي انا حاقن فلوريسين جوه العين، سوري الفلوسين دخل الساك او في فلوسين في اللاكريمال درينج سيستم بتاعي بقى ايا كان مكانه فين، هدخل بقى اون توب اوف فلوريسين زي اللي عملته في الاريجيشن تيست بكانيولا فيها صلاين، احقن بقى عشان ايه اعمل فورسبل، عشان خلوا بالكم هعمل فورسبل انجكشن للفلوريسين اللي جوه دوت. طيب هعمل فورسبل انجكشن للفلوريسين اللي جوه ده، فهشوف بقى هو بوزيتيف ولا نيجاتيف، لو نزل شويه منه بالفورسبل انجكشن يبقى انا كده عرفت اوفركم البارشل اوبستراكشنز، خلاص اوفركم البارشل اوبستراكشن على انهو ليفل بالظبط، خلينا نبقى مركزين على لان انا بحقن في الستيك، انا مش بحقن هنا، مش بحقن في الكاناليكولاي، انا بوصل الستيك في الميت ساك، شايفين هو مش خابط في البونه، هو في الميد كافيتي بتاعت السيك وحقن، فانا اوفركم الاوبستراكشن في الدكت دي بس مش البارشل اوبستراكشن في هنا في الكانيلكولاي، لان ما احنا كنا قلنا البارشل اوبستراكشن غالبا يا اما هيكون هنا يا اما هنا، فانا اوفركم يبقى ده يبقى البوزيتيف جونز تايب 2 ده نيزولاكريمال دكت اوبستراكشن بارشلي بس خلاص مش كومبليت اوبستراكشن، ده نيزولاكريمال دكت اوبستراكشن بارشلي. طيب النيجاتيف اللي هو ما شفتش ايزر بقى يا اما فانكشنال
يا اما الاوبستراكشن بارشلي هنا في الكاناليكولاي. خلاص يبقى النيجاتيف برضو ما حسمش القضيه. يعني لو لاحظتوا البوست في هنا في تايب 1 حسم القضيه، قال لي ده هايبر سيكريشن. النيجاتيف ما حسمش القضيه، جينا في تايب 2 البوست في حسم القضيه، قال لي ده بشر كده نيزو لاكريمال تاكت اوبستراكشنز. النيجاتيف هنا ما حسمش القضيه، وفي الاريجيشن تيست اللي فات اللي حسم القضيه ما كانش الهارت ستوب والسالاين، كان الهارد ستوب اللي حسم القضيه الهارد ستوب وما حسش الصلاين خالص اللي هو كومبليت اوبستراكشنز في النيزولاكريمال تاكت، فحصل ريجرج تاني. يا اما السوفت ستوب لان هو ده كده فهمني ان في ممبرين خلاص قبل الساك، يعني بري ساك في ممبرين، يبقى السوفت ستوب حسم القضيه لان قال لي الاناتوميكال اوبستراكشن بتاعي فين، والهارد ستوب مع انه ما حسش الصلاين حسب القضيه لان قال لي كده كومبليت اوبستراكشنز. خلاص فهما دي القضيه اللي اتحسمت، النيجاتيف هنا ما اتحسمش. طيب يبقى انا فضل عندي مين؟ ان انا ما قدرتش اديفرنشيت الكاناليكولر بارشل اوبستراكشن من اللاكريمال بامب فيلير. طب تفتكروا العيان ده ممكن اعمل له فيرذر انفستيجيشن؟ في فيرذر انفستيجيشن، بس مش هتبقى بقى بتاعتنا احنا قوي في الرمد، هتبقى تبع بتوع الاشعه. ان انا اعمل حاجه اسمها كونتراست داكروسيستوغرافي اللي هي بنقول عليها دي سي جي، او اعمل حاجه اسمها نيوكليير لاكريمال سنتيغرافي. طيب بصوا، هو الداكروسيستو الاثنين حلوين في الفانكشنال، يعني الاثنين بيقولوا لي الفانكشناليتي الفانكشناليتي كويسه ولا لا، لان دي داي ودي برضو تعتبر داي. خلاص فبيشوفوا الداي وماشي قد ايه وبتاخد وقت قد ايه وهو بيصور الافلام، لان هو بياخد سيريال فيلمز ماشي، بس هو طبعا طرق مختلفه هشرحها لكم تاني دلوقتي. وبرضو الاثنين حلوين اناتوميكال، لان لو في اناتوميكال اوبستراكشن هيوريهولي، بس الدي سي جي اللي هي اللي بنقول عليها كونتراست داكروسيستوغرافي لما بيجي يحقن الضاي بيدخل بكانل زي دي في الكاناليكولر، فيحقن الضاي فين؟ فيحقنها في الساك، فبالتالي الكاناليكولر سيستم بتاعه ما بيظهرش. يبقى الدي سي جي مش حلوه في الاناتومي للكاناليكولر سيستم. يبقى مين بقى اللي فاضله حلوه في الاناتومي للكاناليكولر سيستم؟ لان هو بيحط اكتف ليبلد تير، يعني بيحط ريديو اكتف سبستانس في الكونجكتيفال سيك وهي بتبقى ليبلد، وبيعمل لها تريسنج بالجاما كاميرا بتاعته فيصورها وهي داخله بقى البانكتم واللاكريمال كانونيكولر والباسوي بقى وماشي مين السنتيجرافي. يبقى السنتيجرافي النيوكليير لاكريمال سنتيجرافي حلوه جدا جدا مورفيسيولوجيكال، لان هي بتقول مورفيسيولوجيكال مور فانكشنينج، وحلوه في الكاناليكولر اناتومي. اللي هو التاني اللي هو الاكس راي مع الكونتراست التاني ده بيحقن الضي بالطريقه بتاعتنا العاديه، حتى ممكن بيجيبونا احنا بتوع الرمد نهلهم، فبالتالي ما بيقدرش يوريني الكاناليكولر اسيست. يبقى الشور اناتوميكال الشور فسيولوجيكال واناتوميكال يمكن للاكريمال الكاناليكولر سيستم، وهو اصلا الكاناليكولر سيستم من الحاجات يعني فعلا صعبه شويه حتى في الايفالويشن بتاعها، هو هتبقى السنتيليجرافي. ده برضو من حاجات الام سي كيوز وحاجات بيحبوا يسالوها في الاورا. نيجي بقى للكونتراست داكروسيستوغرافي. هو على فكره هي افلام متصوره بالاكس راي، وبياخد فيلمين المفروض، بياخد بوست اعتقد بياخد اوبليك سوري وبوسترو انتيريور، ولازم ياخد فيلم ديليت اللي عند كام اللي هو 10 بعد 10 دقائق. بيحقن الضاي اللي هي الراديو اوبيك دي كونتراست ميديوم في الكاناليكولاي زي ما قلت لكم، وبياخد بقى سيريال اكس راي ايمج اللي عند ما ياخد ديليت فيلم، ولو كان في طبعا اي اوبستراكشن كان في اي حاجه اي ستون اي تيومر بيبقى حلو لانه كده. طيب خلوا بالكم ما ينفعش احقن برضه في الاكوت انفكشن، هو انا اصلا ما ينفعش اقرب بسرنجه في الاكوت انفكشن هنا والا انا هيحصل لي تشيز وايرنج للانفلاند تيشو ده. طيب
زي ما قلنا برضو هي برضو بتشخص برضو واحدة من طرق تشخيص اللاكريمال بامب فيلير، يبقى هي سبجكتيف واوبجكتيف يعني خلاص، وواحدة من تشخيص الاناتوميكال، لكن هي بس المزد من منها الكانالكولر سيستم. هو بيقولوا ان في دلوقتي مثلا ده اهو ده نورمال، دي صوره نورمال دي سي جي، خلاص الفيلنج بايلاترالي كويس خلاص اهو، ده دي النيزل سيبتم اي ثينك، وده هنا دوت الساك مع الدكت. لو لاحظتوا مش مرسوم كانالكولاي سيستم، مش مرسوم كانالكولاي سيستم خالص. الصوره الثانيه دي بيقول لك اهو ده مثلا ملا كويس، ده ما ملاش وقف اهو في السك، شايفين السك مجمع الفلويد فيه، فمعنى كده اه صح ده الكونجكشن بتاعه السك مع الضغط، فمعنى كده في اوبستراكشن هنا. الصوره دي ده سوفت وير على فكره اسمه ديجيتال سبتراكشن دي سي جي، هو ذا سيميلر فايندنج، بس تقريبا بيقلب بدل ما تبقى الافلام ابيض واسود بيخلي السيستم بتاعنا اللاكريمال سيستم مرسوم بالاسود على باك جراوند ابيض، بيبقى اسمه حاجه في السوفت ويرز بتبقى يعني مور الستريتنج اكتر مش للافلام، بدل ما تبقى بصوره الاكس راي العاديه، علشان كمان الاكس راي بيبقى البون ابيض والضي بيضه، فالدنيا بتبقى احيانا ملخبطه شويه لينا كبتوع اوفثالمولوجي يعني. طيب النيوكلير بقى لاكريمال سينتيجرافي ده ايه فكرته؟ كل ما في الامر هيحط راديو اكتيف سابستنس في عادي في الكونجكتيفا يعني في الكونجكتيفال ساك بتاعي، ويبتدي يصور بالكاميرا بتاعتهم اللي بيسموها جاما كاميرا، دي اللي هي بتعمل تريسنج للماتيريال راديو اكتيف، فيبتدي يشوف بقى فعلا هيشوف كل الاناتومي من اول البانكتوي لعند الاخر، وهيشوف الفانكشنال لو في فانكشنال اوبستراكشن خلاص اهو يعني. هو ده هو رسمها من الاول الساك ومكمل وازاي شايف، بس خلي بالكم في هنا ديفكتيف درينج اهو يعني ان كومباريزون للاي، شوفوا هنا مالوا مع بعض، بعد كده ابتدينا دي وقفت دي مكمله ودي وقفت، واهي وهو حاطط هنا لاند مارك ان دي الرايت عشان تفهم ان ده الليفت. طيب بعد كده طبعا السي تي والام ار اي زي ما قلنا للنوز والبارانيزال ساينسز، وعندي الانترنال نيزل اكزامينيشن اللي هو الاي ان تي، لازم ابعت العيان. الاوبستراكشنز عموما للاكريمال ترانش سيستم هيقسموا يا اما كونجينيتال يا اما اكوايرد، والاكوايرد هو ابتدى بيه، وابتدى هو من اول صراحه ابتدى من اول الكونجكتيفا يعني، هو ابتدى اكوايرد يعني هو على اساس ايه ان الكونجكتيفا في الكونجكتيفا فوكاليسز اللي لسه قايلها لكم بتبقى عامله زي ميكانيكال اوبستراكشنز، مش بتخلي التيري اوفر فلو هنا في ويعمل مارجن ستريب النورمال بتاعته يعني، كما لو كانت عامله جيب بتحوش التير فيه، فبالتالي مش بيمشي في الباس ويز النورمال، فهي نوع من الاوبستراكشن. خليني هي هل هي هو طبعا ما اعتبرهاش فانكشنال اوبستراكشنز، بس انا اي ثينك ان هي لحد ما فانكشنال اوبستراكشن بس نوت ريليتد لموضوع الداينامكس بتاعت الهورنرز ماسلز والكونتراكشن بتاع الاوربيكولاريز، هي فانكشنال لانها عملت زي بارير ما بين الاي جلوب وما بين الليد مارجنز خلاص، فبالتالي ما عادش عندي اللي هي الكابلاريتي ساكشنز اللي هي الميكانيزم اللي هي بتبتدي الفيرست ستيب بتاعت الدرينج سيستم بتاعي. طيب هي الكونجكتيفا الريداندنت دي هي ما فيهاش كلام كتير يعني، خلوا بالكم هي مش مجرد بس برضو الكونجكتيف كاليسيس يعني، مش مجرد ان هي برضو هتعمل ايبيفرادا، هي بتاكزازربيت الدراي اي طبعا، وبتبقى اريتنت ووحشه جدا يعني، شايفين ده عنده فولد عادي حتى ابطوب كورنيا، فهو كانه فولم بودي في الكورنيا، وانا عملت طبعا هنا ايبيفرا وهعمل برضو دراي اي والليد مارجن وهدخ يعني عمليه يعني هي هتاثر على كل الاناتوميكال نيربي ستراكشرز اللي جنبها. طيب ايه مشكلتها؟ هي بيقول ان هي involutional process يعني مع senility age خلاص حصل لص للconjunctival adhesions للتنون كبسول اللي تحتها والابيسكليرا،
بيقولوا ان هي في اللور اسمها كونجكتيفو كاليسيس، والموضوع ده لو حصل في الابرز بيحك بان بس هو مش ما بيظهرش قوي في الابر. ليه؟ لان الابر ليد مغطي الابر 1/5 او ذا كورنيا، فبيحصل زي فريكشن طول الوقت، فبيرسبوند عندي بحاجه اسمها او بيبريزنت بسندروم اسمه سوبيريور ليمبيك كريتو كونجكتيفايتس. هناخده في الكورنيا، مش عايزين نستعجل، بس عايزين نقول ايه، ان كونجكتيفو كاليسيس في كلينيكال هي الانفيرور انالوج للسوبيريور ليمبيك كريتو كونجكتيفايتس. ما عنديش حاجه تحت اسمها انفيرور ليمبيك كريتو كونجكتيفايتس، خلاص هما ذا سيم باثولوجي، لوس اوف انكورينج فايبرلز ما بين الكونجكتيفا والتنون والابس كريرا نتيجه انفليوشنال بروسيس. طيب دايما عندهم طبعا اوكلر، ده اوكلر سيرفيس ديزيز انفلاميشن بقى كله دراي اي بليفريتس، الكلام اللي لسه قلته لكم، هي هتاثر على كل الاناتوميكال نيربي ستراكشرز. العيان ده ممكن ادي لوبريكانت في الاول او توبيكال استرويد، لكن في الاخر هنضطر نعمل سيرجيكال كوركشن. سيرجيكال كوركشنز اللي هو بقول عليها ان انا بعمل كونجكتيفو بيكسي بعد ما اعمل نوع من انواع البريوتمي او اكسجن، باكسايز الكونجكتيفا من اللمبس اللي هي البالبر كونجكتيفا، طبعا مش البالبيبرا، بنتكلم دلوقتي على البالبر كونجكتيفا، باكسايز 6 ل 8 ملم فروم ذا لمبس، خلاص انكريسنت شيب. هو يعني بلاش اكتر من 6 ملم خلاص. الحاجة التانية ممكن احط امنيوتك ممبرين او اعمل فيكسيشن سوتشرز للاندرلاينج اي بي اسكليرا اللي هي بنسميها كونجكتيفو بيكسي. طيب الحاجة التانية بقى ده خلاص هو يعني اتكلم على الكونجكتيفو كاليسيس، بعد كده هيتكلم على الاكوايرد بانكتاليستينوزس. الاكوايرد بانكتاليستينوزس هم مقسمهم برايمري وسيكندري. ايه الجادجمنت بتاع كلمه برايمري وسيكندري؟ يعني برايمري وسيكندري ايه؟ هو بيقول لك في بانكتال ايفرشنز ولا ما فيش بانكتال ايفرشنز. لو في بانكتال ايفرشن اللي هو اللي بنقول عليها بانكتال اكتروبيون هيسميها سيكندري، ولو ما فيش هيسميها برايمري. طب ايه اللي يعمل برايمري كوزس؟ بيحبوا هم يسمعوا طبعا الهربس، احنا اتكلمنا الهربس سامبلكس والهربس زوستر وكل الحاجات بقى بتاعت البليفرايتس والسيكاترايزيشن والريديوثيرابي، وحتى ايفن العيانين اللي ماشيين على العيانين اللي ماشيين على كرونيك توبيكال جلوكوما، من الحاجات المشهوره قوي خصوصا العيانين اللي هم العيانين اللي بيمشوا على بروستاجلاندين انالوجز والبرومينيدين، حقيقي بيجوا فعلا ببانكتاليستينوزيس من كتر الانفلاميشنز، وعيانين بقى اللي تعرضوا للريديوثيرابي زي ما قلنا، والعيانين برضو اللي بيضطروا ياخدوا سايتوكسيك توبيكال دراجز في حاجه اسمها لوكال كيموثيرابي لاي سبب من الاسباب، كان عنده تيومرز، كان عنده حاجه، فبيضطر ياخد قطرات الفايف فلوريوراسيل. كل العيانين دول، واحيانا اللي هي اسمها وفي ديزيز كده سندروم سيستميك اسمه بورفيريا كوتينيا تاردا، كل العيانين دول بيحصل لهم نوع من الاستينوزيس نتيجة الريكورنت انفلاميشن والسيكاترايزنج بروسيس بتاعتي. طيب التريتمنت هيكون ايه في الحالات دي؟ التريتمنت بتاعي هيكون احنا بنتكلم في البرايمري استينوزيس، يا اما اعمل بس جاست دايلاتيشن. الدايلاتيشن ده ايه؟ الدايلاتيشن دول في حاجه اسمها دايليتورز، اسمها بانكتال دايليتورز، خلاص بيبقوا موجودين عادي في العمليات، هي الات ميتلز كده ولهم درجات، يعني بيبتدوا بواحد صغير وكبير وبتاع، عاملين زي ده غير البروب، غير البروبس، غير اللاكريمال بروبس اللي بيبقى عليهم ارقام 0 و2 0 و3 0. هو يعني كاسكي مش جايب لهم صوره هنا، بس يعني اللي اشتغل عمليات هيبقى عارفهم، هو بيدخل بيهم هنا في البنكتم ونعمل دايلاتيشن بيهم وبنكتم تاني وتالت ورابع. احيانا بنحط حاجة اسمها عشان نمنتين الدايلاتيشن ده، حاجة اسمها بنكتال بلاك، بس اسمه بيرفوريت بنكتال بلاك. انا مش عايز اقفل بنكتال بلاك، انا عايز افتحها، فعشان نمنتين الدايلاتيشن ده لو كان لوكاليزد ستنت خلاص بيبقوا كولاجين ماتيريال كده وبيرفوريت، وبنسيبهم في البنكتاي عشان منتين البيتنسي بتاعهم بعد ما عملنا الدايلاتيش. لانه لو عيان مثلا عنده ريكارنت باثولوجي، يعني مثلا عيان مش اوريدي على 5 فلوريوراسيل، عيان اللي هم عندهم سيكاترايزنج كونجكتيفايتس ومش عارفه احل لهم مشكله، عيانين الهربس زوسترز اللي هم الريكارنت وكده واميونو كومبرومايز، طب العيان ده كل شويه هيدخل في الاتاك، وحتى لو عملت انا بانكتال دايلاتيشن هيرجع لي تاني امبستينوز، مش معقول كل شويه ندخله العمليات. فهحط له الامبرفوريت سوري البرفوريت البرفوريتد
بانكتال بلاك خلاص، وبيبقى لها فلانج كده بيتثبت هنا على الليد مارجن ده. اوكي، اذا عامل عارفين الكانيولا اللي بنركبها في ايدين العيانين مش بيبقى ليها فلانج بتثبتوه ببلاستر، هي دي برضو بيبقى لها فلانج عشان يبقى سيلف ريتيننج يعني، وبتبقى برفوريتد عشان هي خلاص هي عامله الوي وهي على قد ال على قد البنكتم يعني 2 ملم، واخدها فيرتيكال كانال كلاس بس مش اكتر من كده. طيب ايه الـ ايه الاوبريشنز التانية لو العيان بتاعي طبعا ما تصلحش؟ طبعا انا زي ما قلت لكم برضو انا بنحب برضو عيانين الاستينوزس في الاول نجرب معاهم الاسترويد، مش بنجامب على طول كده للدايلاتيشن والسيرجري، خصوصا لو ما كانش سفير اوبستراكشنز. خلاص بنجرب معاهم استرويد ولوبريكانت 15 يوم وبنري اساس تاني لربما يكون في انفلاميشن وإديمة هي اللي عامله لي الاستينوزس، والعين ده مش بيرمننت استينوزس. بيرمننت استينوزس يعني الانفلاميشن خف خلاص وحصل سيكاترايزيشن وفايبراستيشو، فده خلاص ده حتى لو حديت استرويد من هنا ل 100 سنه قدام مش هيكسر الاتاك بتاعتي، ده عايز سيرج. لكن بنتكلم في العيان اللي هو ممكن يكون لسه ريسنتلي ستينوز يعني مش عيان كرونيك وانت عارفه. طيب العمليه الثانيه بقى اللي هي البانكتوبلاستي، طبعا البانكتوبلاستي دي لها تكنيكس كتير وبيسموها سنيب اوبريشنز، وفي منها 1 فولت و2 فولت خلاص و3 فولت. فكرتها كلها ان هو بيعمل ايه، هو عايز يشيل البوستيرور وول بتاع الامبولا اللي هو ناحيه الكونجكتيفا عشان يوسع الاوبننج دي، هو مش معقول هيعمل له يعني ايه مش عايز اقولها بالعربي بس مش معقول هيقور له الحته دي، فهو يعمل هيعمل الدايلاتيشن بتاعي انا سيرجيكال منين، هيعمله من ورا من ناحيه الكونجكتيف. هيعمله بقى ازاي، يا اما عادي هيعمل اللي هو ال1 وول او ال2 وول او ال3 وول. تعالوا نشوف تعالوا نشوف ايه الفرق، نشوف ايه الفرق بينهم. بصوا الوان سنيب او الوان وولدي هو الفكره كلها بيشيل بانش. يعني ايه بيشيل بانش؟ يعني بيجيب بانش كده زي الترابيكليتوم مثلا في عمليات الجلوكوما، ويشيل حته كده مدوره على بعضها. هو مش بيكونفيجر وول معين عشان ياخده او انسجن مثلا فيرتيكال وواحد تاني هوريزونت. التو وولز سنيب دي عباره عن ان هو بيشيل تراينجل يعني هو بيرسم لاين كده ولاين كده ورا في البوستيرور وول بتاع الامبولا ويشيله. طيب الثري سنيبز ده بيشيل ريكتانجولر يعني هيرسم واحد فيرتيكال وتاني واحد تاني ويكون وكونجكت ات. بصوا العمليه اللي جايبها هنا هي دي التراينجل، ده مش ريكتانجولر، دوت اللي هو مصورها هنا. التكنيك ده اسمه تو سنيب بانكتوبلاستي. يبقى احنا اتفقنا عندي ثلاث انواع منهم، وان سنيب اللي هو هيشيل بانش، تو سنيب زي العمليه دي اللي هي تراينجل هيشيل تراينجل من البوستيرور وول، وثري سنيبز اللي هيشيل ريكتانجولر. خلاص طيب لو هنفترض ان انا عايزه هشيل ازاي؟ اول حاجه الانسيجن الاولاني اللي هو بيبقى لاترال انسيجن من ورا كده، لاترال بوردر بتاع الامبولا فيرتيكال، همشي 1.5 مللي مش همشي كتير، ما انت عندك الامبولا او الفيرتيكال كانالوكلاس ده 2 مللي، فما تسرحش بقى عشان ما نعملش فولس باسجز او كده، يبقى كفايه 1.5 مللي. ولو مش قادر تجاج يعني بعينك المجرده ممكن خلاص استخدم الكاليبر يعني خلاص. والتانية هيشيل من الميديال وول برضو قدها، وبعد كده يكومينيكيت ده الريكتانجل اللي هو 3 سنيبس. اما ده اللي هو الهوريزونتال سوري اللي هي 2 سنيبس، ده خلاص شالوا تراينجل، شالهم كده بس بطريقة اوبليك، هو برضو نفس الكلام شال كده وشال كده وبطريقة اوبليك. طيب في حالات التراينجل لو هو اللي هي 3 سنيبس المفروض يبقوا على وسع قد ايه؟ يعني انا شلت ده كده، احنا قلنا ندخل كده فيرتيكال 1.5 وكده فيرتيكال 1.5 وكونكت، الكونكشن ده هيبقى المفروض نورمالي قد ايه؟ قال لك تقريبا حوالي 3 ل 4 مليمتر. خلاص طيب
البوست اوبرتيف هو عارض صورة اهو، لو حد عامل تو سنيب بانكتو بلاستي لو اهو خلاص، يبقى من ناحية الكونجكتيفا شايل فعلا كأنه شايل تريانجل منه اهو، واضحة جدا خلاص. السيكندري بانكتال ستينوزس بقى ده برضو ده اكوارد ستينوزس، ما بنتكلمش ايه، خلي بالكم احنا بنتكلم دلوقتي كلنا في الاكوارد، ما بنتكلمش في الكونجكتال، خلوا بالكم كل انواع الاكوارد برضو ده سؤال اورال، كل انواع الاكوارد اللاكريمال بابيلا اللي هو الاليفيشنز اللي موجوده عندي في الليد بانجن اللي بيعمل هاوسنج لللاكريمال بانكتوي والفيرتيكال بارت بتاع والفيرتيكال بارت بتاع الكانيوكلاي موجود، يعني اناتوميكال لاند مارك بتاعتي موجوده مفيش مشكله فيه، عقل لما في الامر بتكلم في البانكتم ستينوزد ولا نوت ستينوزد. السكندري طبعا السكندري برضو دوت بانكتال ستينوزس ده خلاص مع الاكتروبيون. طيب ده مشكلته مش البانكتم قد ما هو الاكتروبيون. هرجع لعمليات الاكتروبيون، كنا بنتكلم في الميديا الاكتروبيون او في البانكتال اكتروبيون، كنت بقول لكم لو كان عندي بانكتال اكتروبيون انا ممكن اجي اعمل كوتري في البيور اهو بانكتال ايفيرشنز، بس كوتري في البالبيبرال كونجكتيفا 5 ملم بلو ذا بانكتم، هيعمل ده سيكاترايزيشن ويشد تاني البانكتم وانفيرت البانكتم للنورمال بوزيشن. او اللي كنا بنقول ان انا ممكن اشيل دايموند شيبد اهو اللي هي اسمها كونجكتيفو بلاستي اللي هي ميديال، في بشيل الدايموند بيس دي ده بيشيل ايه كونجكتيفا وترسس، بيبقى 4 ملم الهايت بتاعها والويتس 8 ملم، وابقى بارل وانفولاترال بس ابقى بعيده شويه عن الكانيوكلر بانكتم سيستم، وده وبعد كده اعمل سوتشرنج للابر واللور بوردرز بتاع الديفكت بتاعي دوت، وممكن حتى اخد اللور ريتراكتور لو فيها ديهيزنس اعمل لها انكوربريشن كما لو كنت بعمل لها بلايكيشنز، فهساعد البوزيشننج بتاع الميديال بارت بتاع الليد فيرجع البانكتم يتعدل التاني. او لو كان عنده مشكلة طبعا ليد لاكستي زي ما قلنا في عمليات الانتروبيون والاكتروبيون، هعمل التارسال ستريب بتاعتي اللي هو اسمها هوريزونتال شورتنينج دي الليد، وممكن اعملها حتى مع عمليات الكونجكتيفو بلاستي بتاعتي لو في ميديا الاكتروبيون كومبوننت خلاص، بس نركز مع الميديال لانه هو لو بما ان البانكتم ايفرتد فهي غالبا في مشكله ميديال، مع ممكن يبقى في مشكله في كل هوريزونتال ويتس بتاع اللي. طيب انا ما زلت في الاكوايرد سيست في الاكوايرد كوزس عموما بتاعه الدرينج سيستم عشان ما نتوهش من بعض، هناخد بقى الكانالكولر ابستراكشن. ماشي حلو قوي الكانالكولر ابستراكشن، احنا يعني قربنا نخلص التشابتر ومش من الشابترز الكبيرة في كانسكي. يعني الكناليكولر ابستراكشن بتاعي دوت، واحنا قلنا طبعا احنا بنتكلم في الاكوايرد لكن طبعا هو اسبابه كتير، يعني كونجنيتال ممكن من احد اسبابه الاكوايرد، والاكوايرد اشهر حاجة. بصوا هو في الكتب القديمة بتاعت الاندر جرادويت كانوا يقولوا التراكوما، بس هو الكلام لا في البوست ما عندوش بيتكلموا على التراكوما، هما بيتكلموا على ان الكرونيك كانيوليكولايتس هي اشهر سبب بجانب الاسباب الاخرى. والكرونيك كانيوليكولايتس هنعرف دلوقتي سببها ايه، الهربس من الاسباب الاخرى والتروما والريديشنز. خلي بالكو ان الهربس من اسباب الاكيوت والكرونيك كانيوليكولايتس، لكن الكرونيك كانيوليكولايتس من احد اشهر اسبابها هناخده دلوقتي حالا اللي هو الاكتينوميسيتس اسرائيلي خلاص. طيب هو احنا زي ما قلنا انا يا اما يكون عندي partial obstruction يا اما complete obstructions، وقلنا هعرفه ازاي في الevaluations بتاعي partial obstructions ما فيهوش مشكلة، ده هيتشخص في الاخر خالص بجونز داي تايب 2 هيبقى نيجاتيف، يا اما هو يا اما lacrimal functional، وقلنا احسن حاجة تشخص لي الاناتوميكال partial obstruction بتاعتي اللي هو lacrimal scintillography خلاص اللي هو بالراديو ايزوتوب، فهو تشخيصه رخم شويه البارشل اوبستراكشنز خلاص، لكن التوتال اوبستراكشن ده من الاول سوفت تيشو سوفت ستوب خلاص وانا بعمل ريجيشنز وهيحصل لي الريجرش، عايزر بقى هو كومن كاناليكولس ولا في الكاناليكولر سيستم بتاعي الانفيرور سيجمنت بتاعته او السوبيرور سيجمنت هيحصل الريجرش من ايهما خلاص. طيب البارشل اوبستراكشن ده خلاص البارشل اوبستراكشر دوت ده سهل علاجه عموما سهل، صحيح تشخيصه صعب لكن علاجه سهل،
علاجه سهل ليه؟ لان انا عامل زي البنكتال ستينوزس كده، كنت لسه بقول لكم البنكتال ستينوزس ممكن اعمل بنكتال دايلاتيشنز اللي هو في الاول يعني، مش محتاجه، مش سيفير ستينوز، مش محتاجه اعمل سنيب اوبريشن، وهحط دايليترز، والدايليترز اللي كنت بقول لكم ان في حاجه اسمها بيرفوريتد بنكتال بلاك، هنا نفس الكلام هنعمل برضو بروبنج ودايلاتيشن، واحط واحط ستنت. الستنت بتاعتي دي اللي هي بقول عليها تيوب اللي هو سمبل انتيوبيشنز خلاص، يبقى وبسيبها في مكانها، خلي بالكم بسيبها من 6 أسابيع لست شهور بس مش اكتر، مش اكتر من كده، وادي صورتها خلاص. يبقى ده عادي عيان بجيب له البروبنج سيستم زي في الاطفال، بعمل له برده البروبنج ودايلاتيشنز، واحط له الستنت دي اللي هي سيليكون ستنت خلاص. وهو بس يعني كينسكي مش شارح الستنتنج سيستم قوي، ده يمكن مش مكتوب اكتر في كتب الجراحه، بس زي ما قلت لكم في الاول التشابتر الستنت دي بتدخل بميتلز جايدد بالميتلز خلاص، وبربطها برولين عندي، بربطها برولين تحت في الانفيرور ميتس، ودي سيليكون طبعا، وزي ما انتم شايفين هي داخله من البنكتم اللي فوق، هي طبعا اسمها باي كاناليكولر، هتدخل من البنكتم اللي فوق وتمشي في الكاناليكولاي الابر وفي اللور، وهتكمل مع الساكو اللي عند النيزو لاكريمال داكت. في نوع منها الستنت ده اسمه سيلف ريتينينج باي كاناليكولر، طالع يشبه المونكا كده، هيكمل هيمشي في الابر كانالكيولاي واللور كانالكيولاي، لكنه سيلف ريتيند يعني ليه فلانشز بتقفل فين، بتقفل في اللاكريمال ساك، ما بيكملش من تحت وما باخدهوش من النوز ولا اربطه، ده اسمه سيلف ريتيند باي كانالكيولار سيستم. فلو انت عندك بيور بارشر كانالكيولار اوبستراكشنز ايزر هتعمل ده او هتعمل ده خلاص، ما فيهوش كلام جديد يعني. اللي هتعمل الطريقه التقليديه انك تربط عادي في تحت فوق في النيزو لاكريمال سوري في تحت النيزو لاكريمال دكت يعني، تربط في الانفيرور ميتس بتاع النوز، يا اما تستخدم النوع اللي طالع اللي هو اسمه سيلف ريتينت باي كاناليكولار ستنت، وهو برضو سيليكون في النهايه. طيب التوتال اوبستراكشن بقى، التوتال اوبستراكشن دوت بداوا يجربوا فيه حاجات، كنا احنا الاول زمان بنقسمه بنقول الاوبستراكشنز دوت سايب بيتنت سيجمنت قد ايه خلاص من كاناليكولار سيستم. انتوا عارفين الكاناليكولار سيستم عندي الفيرتيكال 2 ملم والهوريزونتال 8 ملم، وناحيه البنكتايم ده بسميه لاترال، وناحيه اللاكريمال ساك ده بسميه ميديال. هنتكلم سايب بيتنت سيستم قد ايه، وهي قد ايه على بعد قد ايه من اللاكريمال ساك، وبنقسم بقى بناء على كده هنعمل ايه نوع العمليه. دلوقتي طلعوا شويه حاجات في اللي هي بنقول عليها مينيمال انفيزيف سيرجري، طلعوا حاجه اسمها كاناليكولار تريفاينيشن، تريفاين بيدخل كده اسمه ميني تريفاين، اسمه سيسلر ميني تريفاين هو اسمه اهو، ممكن بقى انتوا تروحوا بقى معلش على جوجلينج وتشوفوا له صور، لان انا مش عارف احط لكم صور on top of Kanski هنا، لكن هتشوفوا السيسلر ميني تريفاين دوت بيدخلوا بيه ازاي، بيدخل بيه عن طريق كاسيتر صغير اهو، التريفاينيشن دوت ترافينس كاسيتر او تروكر، ويدخل بيه في الكنال خلاص. طبعا الاوبستراكشن اكيد مش هيبقى من البنكتم، فممكن يدخل بيه من البنكتم، وفي طريقه تانية موصوفه حاجه اسمها ريتروجريد كاناليكولو بلاستي، يعني ان هو ممكن يدخل ريتروجريد من اي حته بيتن، هو صوره عارف انها بيتن، فيعمل زي بانكشر ويدخل منها ويعمل التريفاينيشن ده، ياكل الاوبستراكشن تريفاين يعني حاجه هتدخل تاكل الاوبستراكشن اللي جوه، فبالتالي هو كده فتح الكاناليكولار سيستم. وساعات بيعملوا حاجه اسمها بالون كاناليكولو بلاستي، خلي بالكم برضو ان السكسس ريت بتاع الحاجات ده لسه ايفولفنج، لان دي عمليات لسه جديده من المينيمال انفازف، برضو يدخل بحاجه مش منفوخه وتتنفخ جوه بحيث ان هو يعمل بالونينج فيفتح الاوبستراكشن ده، اوفركم الاوبستراكشن الكومبليت اوبستراكشن. كده انا بتكلم في التوتال اوبستراكشن، او بالاندوسكوب وليزر تكنيك علشان يفك الاوبستراكشن ده. بس هو حتى كانسكي اي بروفايدد انها دي تعتبر less invasive options لكنها lower success rate زي more aggressive. more aggressive surgery هي success rate، وهي اللي بقالهم سنين كتير جدا بيستخدموها، اللي هي classical teaching. انا بقسم segment اللي هي completely obstructed من canaliculus system، بقول لو انا عندي 6-8 مليمتر patent normal canaliculi ما بين البنكتم والobstructions خلاص،
فانا كده عندي فانكشنينج سيجمنت كويسه حلوه 6 ل 8 ملم، ده حلو يعني، يعني الحته اللي مقفوله غالبا هتطلع لها 2 ملم. بس خلي بالكوا يعني ايه الحته كده، معناها ايه الكلام ده، معناه كده تاني نترجمه كده تاني. هو دلوقتي بيقول لي 6 ل 8 من البانكتم، ما بين البانكتم وما بين الاوبستراكشن، يعني البانكتم بيتنت والفيرتيكال بارت بتاع اللاكريمال سيستم بتاع الكانالكلاي بيتنت والهوريزونتال بيتنت لعند الاوبستراكشنز اللي هو قرب الكومن كاناليكولس. يعني ايه؟ يعني كده معناه ان الاوبستراكشن مور ميديال، يبقى انا ديستال او لاترال بيتنت 6 ل 8 ملم. انا ممكن اوفركم الاوبستراكشن دوت مش مشكله، واعمل ري انستوموزيس ما بين البيتنت بارت وما بين اللاكريمال سيك، العمليه بوز انتوبيشنز. اوكي، العمليه اللي بسميها كاناليكلو او سي دي سي ار اللي اسمها كاناليكلو داكروسيستوراينوستي. خلاص، الكاناليكلو داكروسيستوراينوستي يعني هو بيعمل ايه؟ هي ايه العمليه برضو تاني؟ هو بيعمل اوبن دي سي ار خلاص، وبيمشي برضو بيحط التيوب، بيحط التيوب في البانكتم والكاناليكولاي، ويعدي الاوبستراكتد اريا دي، يقصها بقى يقطعها، يعني هو ممكن حتى يشيلها عادي، يشيلها والتيوب ماشيه وتدخل في اللاكريمال ساك. حتى يقول لي طب وهعوض الحته اللي اتشالت ازاي؟ ما هو حاطط لك سيليكون تيوب، ان هيحصل جرانيوليشن تيشو حواليها، وهتعمل كما لو كانت كونتينيويشنز للباسج بتاعي. وحاجه تانية اصلا، انت عندك الكانالكولر سيستم دوت اصلا بيكبر، احنا قلنا بيكبر 6 او 8 مرات، فهو ممكن يكبر حوالين التيوب ويلحم في الساك. فانت عادي ده انت حته اوبستراكشن قرب الساك طولها ما يتعداش من 2 ل 4 ملم، شيلها وحط التيوب بتاعتك واعمل اوبن دي سي ار، العمليه اللي بنقول عليها كاناليكلو داكروسيستو راينوستومي. خلاص، يبقى التيوب هتبقى جايه من البنكتم ماشيه في الكاناليكولاي، خلاص انت عديت الحته الاوبستراكتد وشلتها وتدخلها على اللاكريمال ساك بقى اللي اتفتح عندك على طول. طيب لو الاوبستراكشن بقى مش الحته اللي هي ناحيه الميديا، لا ناحيه البنكتم بقى، يعني انا بتكلم دلوقتي ناحيه البنكتم، ما عنديش فانكشنينج بارت خلاص كويس، يعني اللي عندي بنكتم والديستال بارت بتاع الكانالكلاي بقى كتير وحته اوبستراكتد، لا مش هينفع بقى، انا عايزه اعمل كده دايركت اكسس على اللاكريمال ساك، مش هينفع بقى استخدم الكانالكلاي سيستم، ارمي الكانالكلاي سيستم ده سوري في الباسكت بتاعك خلاص، او في الرابش باسكت بتاعك. هعمل ايه؟ هعمل حاجه اسمها كونجكتيفو داكروسيستوراينوستومي او ليستر جونز تيوب. انا هعمل دايركت اكسس للاكريمال ساك عند الكرانكل، خلاص عند الكرانكل، وهركب تيوب، والتيوب دي من جلاس بليت، هي تيوب ازاز بالمناسبه، وبيحطها في الكونجكتيفه ويدخلها على اللاكريمال ساك. خلاص، خلي بالكم الليستر جونز تيوب ده انديكيشن ليها، اللي هو لما يكون ما عنديش فانكشنينج بارت في الكاناليكولر سيستم بتاعي، او ان الاوبستراكتد بارت مور ديستال، يعني واخد وايد بارت، او بيستخدموها الاستخدام التاني ليها، الانديكيشن التاني اللي هو نون، ما يكون عندي بامب فيلير زي في الفيشن نيرف بولس، يبقى هي لها استخدامين. خلاص، والابروتش ده برضو ندخل نتفرج عليه في العمليات، هو حتى مصور لك سي تي اهو هي داخله فيه، هو بيعمل زي بشر كرانكل ليكتومي، بيفتح الكرانكل ما بين 1/3 و2/3 خلاص، وبيدخل التيوب وبيدخل التيوب اهو كرييتد، اهو بيعمل لك تريك الكرانكل اكسايزد وتريك تيوب كرييتد بتوين اللاكس لاكريماليس واللاكريمال ساك خلاص، وطبعا بيفتح اللاكريمال ساك اوبن دي سي ار عاديه خالص جدا، وبيقولوا ان السكسس ريت بتاعها يعني خلاص، هو كده بيبقى يباص كل الكاناليكولار سيستم والبانكتم سيستم. طيب احنا برضو ما زلنا في الاكوايرد، في بس معلومه، هو برضو بيبقى جايدد بتروكر وهو داخل هنا على الساك، او ممكن يدخل بنيزل اندوسكوب وتبقى اندر فيجواليزيشن يعني كجايد للليستر جونز تيوب دي. طيب اللي احنا ما زلنا في الاكوارد اوبستراكشن كده، خلصنا البنكتال اوبستراكشن وخلصنا الكانالكولر سيستم اوبستراكشن، هنيجي بقى للدايلما الكبيره بتاعتنا اللي هي النيزو لاكريمال داكت اوبستراكشنز. الكوزز بتاعت النيزو لاكريمال داكت اوبستراكشن عموما
طبعا اشهر كوز باي فور هو الايديوباثيك، ما بيتعرفش ليه السبب في الناس الادلت، يعني يمكن في الاطفال معروف بنقول عليه امبرفوريت هاس نيرف، لكن في الكبار لا ما بيتعرفش. هي كارنت انفكشن بقى، كان في تروما ديفيتد سيبتمز، عيانين اللي عندهم جرانيوميتس ديزيز ساركيدوزيس والفيجنر جرانيوميتوزيس او اي تيومرز، والتيومرز اللي يجي هنا طبعا النيزوفارينجيال تيومرز. ماشي طيب. هو اوت اوف سكوب ان هو يشرح بقى الـ يعني تفاصيل اكتر، لكن هو خلاص انت الكلينيكال ايفالويشنز هو الايفالويشن اللي اتقال في اول السيستم في اول التشابتر، هو يعتبر ايفالويشن للحاله دي. هو طبعا بيقول ايه التريتمنت بتاع النيزو لاكريمال داكت اوبستراكشنز، بس انا عايز اقول لكم حاجه، هو انا ما بنطش برضو للدي سي ار في التريتمنت زي ما هو كاتب كده، ما احنا برضو نفس الكلام زي ما قلنا في الكانالكولار سيستم، مش كنت بقول ان في بارشل اوبستراكشن وكمبليت اوبستراكشن؟ طب سي ان انا عندي بارشل اوبستراكشنز اللي هو العين اللي عنده هارد ستوب وحاسس بالسلاين في حاسس بالسلاين في زوره، خلاص ما تقلقش منه، اللي حاسس بالستالين ده هو بارشل اوبستراكشن، ما ممكن اعمله اجرب معاه السيليكون تيوب. فاحنا بصراحه يعني كلينيكال احنا بنجرب السيليكون تيوبس، مش طبعا مش البايكانيكولار سيلف ريتيند، لا السيليكون تيوب اللي هي التقليديه خالص اللي هو اللي هي طولها 40 مللي اللي هي بتمشي معايا، قصدي 80 مللي الكبيره دي بمشي وبنعملها. ما نفعتش او عيان عنده انذر اليمنت، يعني عنده مثلا مشكله كانليكولار مع مشكله نيزولاكريمال داكت، عنده شايف انا برضو في بامب فيلير سيفير، في برضو اليمنت اللي هما زي اللي بيجوا بقى ميوكوسيل والكرونيك داكروسيستايتس، او يعني اني واي مش مجرد نزل لك من داكت اوبستراكشنز عادي دوت، ده هعمل له الدي سي ار خلاص اللي هي الكونفنشنال بتاعتنا اللي اسمها داكروسيستوراينوستمي. الدي سي ار ممكن تتعمل اوبن او كلوزد، الكلاسيك بتاعي اللي انا بعملها اللي هي الاوبن، وهي دي المور سكسس ريت بالمناسبه، الكلوزد سيستم ما بتبقاش مش بالهاي سكسس ريت بتاعها، ده اللي بيدخلها اندوسكوبيك خلاص. وفي عمليه ثالثه اللي هي الليزر دخل معانا برضو هنا، بس السكسس ريت بتاعهم عالي، يمكن دي اعلى سكسس ريت اللي هي الاوبن الكونفنشنال. هي ايه، تعالوا ناخد الصور ونشرح عليها، هتكون الموضوع اسهل بكتير. هو اي اوبستراكشن ديستال للميديال اوبننج اوف كومن كانالكولس خلاص هو بيعمل له الاوبن دي سي ار. الام بتاعي ان انا بفتح الانسيجن بقى، اللي على فكره الانسيجن طبعا فيه هنا كده هنت بيقول لك خلي بالك انك 8 ملم في 10 ملم في انجولار، فانت بتفتح 8 ملم. دلوقتي بتوع الاوكلوبلاستي كمان عدلوا الانسيجن بتاعهم صراحه، بقى بيفتحوا مع اللاينز النورمال موجوده كده، انسيجن عامل زي الوينج انسيجن، وبيعمل ريتراكشن لكل الاريا دي عشان لما يجي يقفل ما يسيبش سكار هنا، يعني كان سكار هنا ساعات سبيشال الفيميلز بيبقى بالنسبه لهم اجلي يعني. Anywhere هو الفكرة كلها هو بيفتح الانسيجن دوت 10 مليمتر للانر كانسس عشان الانجلر فين بيبقى 8 مليمتر بيبقى هنا، واحيانا فعلا الانجلر فين ده بيتقطع بيبقى horrible bleeding. طيب هو بيعملها بانستيزيا جنرال ولا لوكال؟ ممكن يعمل بجنرال، ولازم يبقى هايبوتنسيف تكنيك، يعني الارتيريا بلاد بريشر في الهايبوتنشن، لكن لوكال ممكن اعمل بس مش بالانفلتريشن العادي، بيبقى في حاجه اسمها نيرف بلوك تكنيك، بيقفل انفرا تروكليير وبيقفل حاجات كده تكنيكس يعني اوت اوف سكوب، هنا بيعمل لها لاند مارك وبيقفل برده الانتيرور اثمويدال، بيعرفوا هم يقفلوها جراحين الاوكلوبلاستي، عامل زي ما احنا كنا بنعمل فيش النيرف بلوك عشان نمنع نعمل نوع من الاكينيزيا للايلد. وطبعا لازم قبل العمليه يبقى حقن النيزل باكس بتاعته برده بانستيزيا مع فيها افرين، يعني فيها نوع من الادرينالين عشان تبقى فازو كونستريكتور، لان انت بتقطع في البون. الفكره كلها انت بتفتح الانسجن، هتفتح طبعا هنا سكين ومصل، هيظهر قدامك اللاكريمال سيك، وفي برضو اللي هو الانتيرور تنتم بتاع اللاكريمال، ممكن تعمل له ريتراكشن وممكن تقطعه، دي بتبقى حسب راحه الجراح، ما فيش هنا ستريكتال يعني لاينز. بس هو بيقول لك خلي بالك برضو ان انت عندك سوتشرز هنا، اللي هي السوتشرز اللي فوق دي اللي هي ما بين الفرونتال والاثمويد، بتبقى ورا وفي الاثمويد الاوبننج، ما تسرحش فوقيها،
خلي بالك ما تسرحش فيها في اي مانوفرز، لان انت خلاص هيبقى بسهوله جدا ممكن تكسر الكريبريفورم بليت اوف اثمويد، ولو كسرت الكريبريفورم بليت اوف اثمويد يبقى انت دخلت على البرين وهتعمل حاجه اسمها سي اس اف راينوريا. فانت بتبقى جايدد ان انت فوق الستوتشرز دوت او فوق الاوبننج دي، انت مالكش دعوه باي ستراكشرز هنا. الحاجه الثانيه انت بتلاقي الساك، ما بنفتحش الساك في الاول، احنا بنعمل له ريتراكشن لعند ما الاقي البون قدامي، ادي اللاكريمال بون، خلاص ابتدي اعمل الاوستيوتومي بتاعي بحاجه اسمها كيرسون اللي هو البون ده. لما بيجي يكسر برضو خلي بالكو بيحبوا هما يدخل في ستوتشرز لانها بتبقى الويكست اريا اوف ذا بون، وبعد كده يكمل البون نابلنج بتاعه. بيشيل ايه؟ في ناس بتشيل اللاكريمال بون بس، وفي ناس بتشيل اللاكريمال بون وجزء من فرونتال بروسيس اوف ذا ماكسيلا، وفي ناس بتبقى جايدد بيقولوا يعني ايه حاجه تاخد الصنب بتاعك، يعني مقاس الصنب بتاعك. مفيش رقم اقدر اقوله لك هو بيشيل ايه هنا. بعد كده نبتدي نفتح ولما تشيل خلي بالك برضو من النيزل ميكوزا، لدرجة ان في ناس وهي بتعمل بتشيل البون بيحقنوا في النيزل ميكوزا سالاين عشان ينفخوها عشان تبعد عن البون وهو بيشيل، لان هو بيبقى بيشيل من هنا مش شايف النيزل ميكوزا، وانت عايز تحافظ على النيزل ميكوزا لان دي اللي هتعمل لها اناستوموسيس مع اللاكريمال سيك. طيب اللاكريمال سيك بفاشن ات اللي هو تو فلابس، خلاص انتيرو بوستيرو فلاب، وبرده نفس الكلام في النيزل ميكوزا. في ناس بقى بتقفل الانتيرو فلاب مع الانتيرو فلاب وتسيب البوستيرو فري، وفي ناس ما لا بيقفلوا كل فلاب قدام الفلاب الثانيه. دي مدارس. واخر حاجه بقى طبعا ان هو بيركب تيوب سيليكون تيوب معاها وخلاص بيقفل عادي، يعني ماسل وسكن مفيش حاجه. يرجع بقى لو هو كان قصده برده الانتيرو كانتال تندون عايز يرجعه الانتيرو لاكريمال كريست يرجعه، مش عايز يرجعه احنا قلنا مش بيفرق معانا كتير. ده حسب ايه البتاع. هو اسوأ حاجه انه ما يعملش اوستيوتومي سايز صح، هو ده اللي بيعمل فيلير للعمليه. الاوستيوتومي سايز وبوزيشن برضو ما يكونش لو ما يكونش هاي، عشان في حاجه اسمها استامب سندروم. استامب سندروم دوت يعني ايه؟ عمل الاوستيوم فيري هاي خلاص وتو سمول، فبالتالي السيرجيكال اوبننج او اللي هو البوني اوبننج كان بعيد عن ماليه اللاكريمال ساك، فما كانش ان كونجكشن مع الجرافيتي، لان هو لازم يبقى مع يعني ماشي مع الساك بيملى فيبقى ماشي مع الجرافيتي، فهو ده اوبننج بعيده خالص اوت اوف سكوب، فاللاكريمال ساك بيملى ويعبي تحت يعبي وينفخ، والاوبننج بعيد ما بتصرفش على الميدل نيزل ميتس. فدي اسمه ده اللي اسمه ستامب سندروم. او طبعا السكورز ان انت عملت هيموريج، عملت برضو اللي قلناها سي اس اف راينوريا ودي مش حلوه خالص، او الانفكشن. الطريقه الثانيه طبعا ان هو يدخل بقى بدل ما يدخل كده اوبن يدخل اندوسكوبيك عن طريق الاندوسكوب، يجي من الاندوسكوب. دي بقى حلوه ان هي بتبقى طبعا اليمونيتد، هو بيدخل مثلا لايت في الكاناليكولار سيستم والاندوسكوب داخل من النوس، خلاص بيتقال عليها اندوسكوبيك. بس برضو السكسس ريت بتاعها اقل، لكن هي مينيمال بلاد لوس ومينيمال ديستربنس. انت شايف كويس نور منور لك من فوق وانت داخل باندوسكوب من النوس، فانت شايف انت بتقطع في ايه وبتعمل في ايه، فهي بتلور الكومبليكيشنز، لكن السكسس ريت بتاعها انا ما اعرفش ليه بيبقى لو، يعني انا برضو مش فاهمه. هل هو ما بيقدرش يشيل يعمل اوستيوتومي كفايه عشان الاندوسكوب هو داخل من النوز، فهو مش الدنيا مش اوبن قدامه فما بيقدرش يكسر كفايه. اي ثينك هي دي المشكله بتبقى هنا. في بقى اللي هي برضو الليزر، وفي طبعا في بقى اللي هي البالونينج، ده كروسيستوبلاستي، انه يدخل ببالون وينفخها، بالون مقفوله وينفخها، بيدخل عن طريق كانيكولار سيستم وينفخها في الساك وفي النيزو لاكريمال دكت، بس دي موصوفه اكتر في الاطفال. والستنت تايبس المختلفه بقى اللي بتتحط في المكان ده، بس طبعا ده هيبقى برضو مع البارشال اوبستراكشن مش مع الكومبليت اوبستراكشن. في حاجه اسمها لاكريمال ستون، او الاسم الثاني اسمها داكريولايسيس. الداكريولايسيس دي هي لاكريمال ستون
بس هي مش كومن قوي الحقيقة، يعني الواحد برضو عمره ما شافها. بيتقال انها بتيجي في ميلز، وان هي نتيجة انه مع الاوبستراكشن بيحصل استاجنيشنز اللي تطير في ستيك، ويحصل انفلاميشن بروسيس، فبيحصل ده بريسيبيتيت الستون فورميشن. يعني بيتقال ان ممكن يحصل برضو سكويمس ميتابليزيا معاها، والبرزنتيشن في الادلت هود، وهي انترميتنت ابيفرا. ليه بقى انترميتنت ابيفرا؟ لانه حسب الستون، استون تفط تقفل عامله كده زي الحاجات اللي بتيجي مثلا في يورين بلادر، استون تنط تقفل مثلا النيزو لاكريمال اوبننج او الكونجكشن ما بين اللاكريمال ساك والاوبننج، هيحصل ابيفرا تفك تاني او ديستنشن للستيك مش هيعمل. غالبا طبعا الستون دي هيجي لهم ريكرنت انفكشنز كتير اكتر، يعني اكتر من فكره intermittent ابيفرا. دول هيجي لهم recurrent infections، وهتلاقي غالبا اللاكريمال ساك منفوخ، يعني جاي لك بلاكريمال ساك swelling، وتحس انت تحس حاجه هارد تحت ايدك يعني. طبعا العيان ده لازم تعمل له open TCR نووي بقى يعني خلاص، وتعمل بقى dusting بانتيبيوتيك كويس في المكان ده، وتشوف ويقعد تاخد الستون تحللها برضو، تشوف ايه اللي بيعملها يعني هنا. طيب نيجي بقى على الكونجينيتال اوبستراكشنز. اشهر حاجه الاطفال يجوا بتيرنج. لو الام جت تشتكي لك بطفل بيدمع، بليز الاول قبل ما تفوت النيزو لاكريمال داكت اوبستراكشنز، اكسكلود اسوء حاجه ممكن تكون عند الاطفال في السن ده اللي هو الكونجينيتال جلوكوما. وممكن يكون برضو لو هي مره، يعني الام بتشتكي من ريكارنت، ممكن ببساطه البيبي وهو بادي يتحرك بضفره، وهو ضفره طويله وخدش الكورنيا بتاعته، يعني ممكن تبقى سو سمبلي كورنيال السرز. فبرضه دونت مس الكورنيال السر، دونت مس الكيراتايتس، دونت مس الاسباب الثانيه. مش كل حاجه هنقول نيزو لاكريمال داكت اوبستراكشنز خلاص. فده ديفرنشال دايجنوزس مهم. ممكن تكون شويه انفكشن طبعا، زي مثلا كونجكتيفايتس، او برضو ممكن يكون البنكتم هي اللي فيها اتريزيا، كونجنتال بنكتال اتريزيا مش موجوده عندي. هتعرفها ازاي؟ حتى من غير ما تبص على البنكتم، مش هتلاقي لك لما البابيلا وانت بتفحص الليد مارجن بتاعه البيبي ده، او كيراتايتس او يوفيتس. فالديفرنشال دايجنوزس هو اهم حاجه في الايفالويشنز في طفل جاي بريزنتد بتيرينج. بعد كده خلاص انت ما لقيتش الحاجات التانية، هنبتدي بقى نفكر فعلا في الحاجة اللي هي اللي بتيجي كومن جدا ومشوفها في اطفال كتير، اللي هو النيزو لاكريمال داكت اوبستراكشن، اللي هي ام جاية تقول لك البيبي بتاعي بيدمع من يوم ما اتولد، وكل شويه، بس هي مش هيجيلك وهو بيدمع، هيجيلك وهو معمص، اللي هي الاتاكس بتاعت الانفكشنز بتيجي ان بتوين. فانت عارف بقى طبعا بتعالج الاكيوت انفكشن ده بتوبيكال انتي بايوتكس، وتعلم الام المساج، وتطمنها ان الموضوع ده مش هيطول، وان 98% بيخفوا والكلام دوت. طول طبعا مع معيها وخلاص جت في مشكله، بنعمل امتى؟ نبتدي نعمل انترفنشن بتاعي ان الاولاني امتى؟ يعني في ناس بتقول عند سن سنه، وفي ناس بتقول ممكن من 9 شهور خلاص دي نبتدي نعمل intervention بتاعي. هو بيقولك على فكرة اتليست في 20 مليون نيت بيبريزنت بإبيفرا، صح؟ العشرين في المية، وان spontaneous resolution 95% في الفيرست يير، 98% بعد سنتين. بس احنا ما سيبش الطفل كده سنتين، يعني بيبقى لانه على رأي حد من الأساتذة المشهورين في الأوكلوبلاستي بيقول ايه؟ الكونجنتال ابيفرا دول اللي هم الاطفال اللي جايين بنيوز لاكريمال داكت اوبستراكشن، هم قسمها سيمبل وكومبلكس. يعني قال لك اللي بيخفوا دول هم السيمبل، اللي هيطول اكتر من سن سنه ده غالبا كومبلكس، وما تستناش عليها ايمنج ان هو يخف. السيمبل دول اللي هم عندهم مشكله في الحاس نيرف فالف، او لسه ما حصلش الكومبليت كاناليزيشنز خلاص. الكومبلكس لا، ده بيقول لك ده نتيجه بوني ابنورمالتيز، او هو كونجنتال انومالي اصلا، وده هيبريزست. وده هتعرفوا ايه؟ هتعرفوا ان هو بيبقى غالبا يونيلاترال مش بايلاترال، والعيان ممكن يبقى عنده ديسمورفيك كده فيشيال، يعني ديسمورفيك فيشيال فيتشرز، والابيفرا بتاعته عنيفه، مش ابيفرا عاديه يعني فعلا، وبريزست بقى. يعني الام جايه مثلا طفل شايله على كتفها سنه ونص ويونيلاترال وكده، يعني خلاص بقى، يعني لا اعمل انترفنشن بتاعك، لانه غالبا ده هيبقى كومبلكس، وهتعرفها كمان لما تعمل الانفستيجيشن اللي بنعملها للاطفال. طيب
ابيفروميتد ميشز الليشز اللي هي احيانا كونستانت او انترميتنت، واحيانا العيان بيبقى عنده. طبعا خلي بالكم كل العيانين الاطفال الصغيرين بيجي لهم ادينويد وريسبيراتوري تراكت انفكشن كتيره، فالعيان ده طبعا انت هتقفل له هتاد كومبليت اوبستراكشن، فغالبا هيجي بقى بالفرانك ايبيفرا او فرانك بكتيريال كونجكتيفايتس مع الموضوع دوت، فعشان كده بيجي انترميتنت. طبعا ده زي ما قلت لك دلوقتي انت بتديله بروت سبيكترم انتي بايوتيك، مفيش حاجه معينه، وبتعلم الام ازاي تعمل الجنتل بريشر على اللاكريمال ساك. خلاص لو سوري، وانت بتعمل الجنتل بريشر على اللاكريمال ساك هتبص هتلاقي الريفلكس ان بتوين، وانت بتعمل البريشر ريجرجيتست اللي هتلاقي بس جاست طبعا السيرس فلويد بتاع اللاكريمال، يعني لو ما فيش انفكشنز. مش بيجوا باكيوت ديكريسيستايتس، لا العيادين هو بس ده مشكلته كونجكتيفايتس. خلاص والفيجوال فانكشن بتاعته ما فيهاش مشكله، بس انت لازم برضو تاسس الطفل البيبي لو جالك يعني ان جنرال انتيو سيجمنت وبوستيرو سيجمنت، لربما يكون في اسباب تانية معاه، مش شرط يكون هو ايزوليتد يعني نزولات مالتاكت اوبستراكشنز. هل يعني هل تعمل فلوسين ديس ابيرانس تيست ولا ما تعملش؟ بصوا هو في الاطفال لانك مش هتقدر تعمل مانوفر اكتر من كده، فالفلوسين ديس ابيرانس كويس او يحط نقطه فلوسين في عينه، ده لو ايه مش جاي بقى بالانفكشن وان بتوين يعني جاي كده عادي بقى في الروتين اكزامينيشن وانت بسيط، وهات اي نور ازرق. النور الازرق هتلاقيه فين؟ هتلاقيه عندك على فكره بالمناسبه، هتلاقيه في الاندايركت، في نور الاندايركت او حتى في نور الدايركت. خلاص لان صعب تقعد البيبي طبعا على سليب لامب، وبص على المارجنال ستريب بعد 5-10 مينتس برضو نفس الكلام، وخليك بس في داركند روم عشان تلحق تلقط. لو لقيت لسه عندك منسكس كده واضح وحلو، لا يبقى العين ده فعلا تروق بفرة. خلاص وقلنا الديفرنشال دايجنوزس بتاعي. طبعا تريتمنت لازم تعلم الام المساج، والمساج ده الام بتاعه مش انك تدايركت، لا انت كانوا زمان كده بيعلمونا بيقولك ايه، خلي الام مش عارفه تعمل وهي بتضغط على الستيك تبقى واخده بالها ان هي بتضغط داون وورد وبتضغط ميديال يعني ناحيه النوز، يعني ناحيه النوز داون وورد وميديال. لا هو الكلام دلوقتي لا مش كده خالص 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 خالص. الكلام اضغطي يا ماما على الساك كويس جدا، بتضغط مثلا 5 مرات او 10 مرات في المرة الواحدة، 5 مرات في اليوم، بحيث انها تعمل نوع من البريشر ضغطتها وهي بتنزل بصباح على ستيك وترجع تفك الضغطة دي، ده في حد ذاته بيعمل البوستيف والنيجاتيف بريشرز اللي هو فجائي، ده اسمه هيدروستاتيك بريشر، ده كفيل ان يفك الممبرينس باند اللي ممكن تكون موجودة وقفلة الضغط. اهو الاندكس فينجرز is placed over common canaliculus to block the reflux and send rolled over the sac and massage downward اللي هو الهيدروستاتيك بريشرز رابشرينج باي ميمبرانس اوبستراكشنز. خلاص ففهمنا ايه الام من المساج. المساج مش ان انا اعمل له مساج يعني in line of the anatomical pathway بتاعه، لا لا خالص. طب ما هو لو مقفول ومهما عملت مش هيحصل حاجة، لا انت عايز تعمل الهيدروستاتيك بريشر دوت علشان الممبرين اللي قافل عند الحسنر فالف تحت او اللي قافل الكومن داكت ده يفك اندر الافكت بتاع الهيدروستاتيك بريشر بتاعك. خلاص ودي كانت هنت سمعتها فعلا من استاذ اوكلوبلاستي، يعني حد من المشاهير، يعني جزا الله خير عنها، لان انا كنت مثلا مش فاهميها وكنت بتعلمها غلط وبعلمها غلط، فهو صح الواحد لما وقف كده فكر مع نفسه، طب ما انا لو عملت فعلا اللي هو المساج التقليدي اللي كنا بنتعلمه ده وعندي كومبليت ميمبرين تحت، ايه الفلويد هيروح فين؟ هيتحوش جوه اكتر وخلاص مش هيروح في حته يعني. طيب خلاص بقى المساجنج سيستم خلاص ما ينفعش والعيان جاي، خلاص هو هدخل كده بقى على البروبينج سيستم. الدايليتيشن يا شباب بيتقل على الدايليتورز، الدايليتورز اخرها بتقل على البانكتاي. البروبينج ده هو اللي بقدر ادخل بيه في كل الكاناليكولر سيستم وادخل في اللاكريمال ساك وادخل اكمل لتحت، يعني هو معمول طوله يقدر يوصل لعند النيزو لاكريمال داكت اوبننج، فتفك ديسربت الاوبستراكتيف ميمبرين بتاع الهاسنر فالف.
خلاص. وده فيرست ده يعتبر ديفينيت تريتمنت على فكره في الكونجنيتال نيزو لاكريمال داكت اوبستراكشن. البروبينج المفترض انه نسبه عاليه جدا 70% من اول مره خلاص بيرسبوند فعلا وبيحصل سكسيسنج لو عملوا حد كويس. يعني هو حتى بيقولك بروفايد ذات ان الجراح يبقى كويس. لو ما تعملش بعيده مره تانية بعيده مره تانية خلاص. وطبعا لازم تعمل اندر جنرال انستيزيا. وفي بقى بيقولك ممكن تاجل ل 12 ل 18 حتى اب تو 24 مانس على اساس ان بيقول يعني ان في عند سن سنتين في ناس لوحدها بتفك خلاص بس نور مش كتير يعني. طيب البروبينج هل ممكن تحصل منه مشاكل؟ اشهر مشكله الفولس باسجز وبيعملوها الناس الترينين لسه بيبتدوا في الاول. والفولس باسجز ده ممكن يقلل الانسلت بتاعتك لانه هيعمل طبعا انفلاميشن وستينوزس وفي حد ذاته تروما. فخلي بالك من خلي بالك من الفولس باسج اهو. ده منظر البروب وبيبقى فيه هنا ارقام 0 و 2 0 و 3 0. انت بتدخل بارفع بروب وبعد كده بتكبر البروب وتكبر وتكبر لعند ما توصل لاقصى حاجه. بيدخل عادي زي فكره السيرنج تيست كده بيدخل اهو فيرتيكال وبعدين يعمل تراكشن ويقلب ايده وبعد كده يدخل في الساك ويقلب وينزل لتحت خالص في النيزو لاكريمال داكت ويطلع تاني ويقلب. خلوا بالكم البروب بيبقى ليه ناحيتين، ناحيه بتبقى ارفع من التانية فهو بيبتدي بالرفيعه ويقلب التاني. والبروب ده مثلا بيبقى فيه مثلا 10 بروبس بمقاسات مختلفه ويرجع ياخد البروب الاتخن منه سيبدا وهكذا لعند ما يوصل لاقصى حاجه ممكن يعملها. فهو كده فتح الممبرين اللي تحت ووسعه في نفس الوقت. يعني الام بيبقى برضو فيه نوع من التوسيع. طبعا لو فشل البروب التاني البروب سوري الاولين انا بعمل سكند بروبينج خلاص. يبقى هو ستيب وايز ابروتش كده المساج بعد كده البروبينج الفيرست السكند بروبينج. فشل بقى السكند بروبينج ممكن اعمل انتوبيشن او اعمل بالون دايلاتيشن ايهما متوفر خلاص. يا اما اعمل انتوبيشن يا اما بالون دايلاتيشن. اخر حاجه اعملها هي الدي سي ار. الدي سي ار بقى اعملها اندوسكوبيك اعملها اوبن هي دي بقى السيرجيكال بريفرنس ما فيهاش يعني حاجه ستريكت. لكن هو ستيب وايز ابروتش تريتمنت للكونجنيتال اوبستراكشنز للنيزو لاكريمال داكت. ارجو انها تكون وضحت كايفالويشن وانترفينشنز ونبقى فاهمين حتى لو مش احنا مش هنعمل العيان النيونيت ده او الطفل دوت حاجه عمليه نبقى نكون بنوجهه صح ورسمين له اوت لاين صح ومدينه كونسلنج صح خلاص. طيب الكونجنيتال داكروسيل او امنيوسيلز ده خلي بالكوا ده مش انفكشن ده امنيوتيك فلويد اتجمع في اللاكريمال ساك ومعاه امبرفوريت هاسنر زي المنظر ده دوت بيبقوا بلوش وسيستيك سويلينج خلاص وبيبقى علامته ان هو تحت الميديال كانسس وبرده بيجوا بإبافرة. احيانا بيمستيك بس هو بيدخل في الديفرنشال دايجنوزس بتاع السويلينج في الاريا دي لانه في حاجه اسمها انتيرور انكيفالوسيل فهو احيانا بيمس لان هو بلساتايل برده يعني قصدي بيبقى يعني مش قصدي بلساتايل سوري في اللفظ هو يعني ان هو بينفخ ويفضي بينفخ ويفضي فيشبه البلساتايل انكفالو سيل. بس الفرق الانكفالو سيل اكيد ما هوش ابيفرا. الحاجة التانية ده تحت الميديال كانسل التاني جاي من الفرونتال لوب بتاع البرين فبيبقى أباف الميديال كانسل. انا كنت لسه بقول لكم من شويه في الدي سي ار اناتوميكال لاند مارك واضح جدا الميديال كانسل تندون خلاص فوقيه على طول هو بيبقى لما تقصه ما تطلعش فوقيه وما تطلعش فوق السوتشرز ما تطلعش فوق الاثمويدال فورامينا علشان خلاص انت كده ناحيه البرين. فهو ده اللاند مارك ستراكشر يعني قلناه في الدي سي ار وادي لاند مارك اهو في الكونجنيتال سويلينجز اللي حوالين الميديال كانسل تندون اريا خلاص او الميديال كانسل تندون. طيب الامنيوسيلز ده بتعمل له ايه؟ ما بتعملوش حاجه كونزرفتيف تريتمنت واحيانا بيفك نفسه ما فكش هتعمل له ايه؟ هو جمع الامنيوتيك فلويد هنا ليه؟ عشان برضو امبرفوريت هاسنر فالف. فنفس الكلام هتعامله كمان لو كان كونجنتال نيزو لاكريمال داكت اوبستراكشن تبتدي بالبروبينج سيستم وهكذا. بنستنى عليه قد ايه عشان لو حد سألني هل ده هستنى عليه سنة؟ لا اعتقد ده بتدخل فيه قبل كده لانه ما ينفعش برضه يبقى سوينج طول الوقت وممكن يبقى عامل له ميكانيكال كلوجر للاي فيبقى امبريوجينيك. فلو هو مثلا في خلال 3 شهور
او اقل من كده يعني ما فكش، لا ادخل بقى. ده اللي بقى اللي يتقال عليه كومبلكس تايب، ماهوش سيمبل، ماهوش سيمبل تايب. طيب خلاص احنا خلصنا الكونجنتال اوبستراكشن والكرونيك والاكوايرد. هندخل بقى بشويه انفلاميشن. خلينا ناخد الكانالكولايتس اللي قلنا من احد اشهر اسباب الداكرولايسيسس، الكرونيك كانالكولايتس. الكرونيك كانالكولايتس اشهر كوز ليها هو جرام بوست بكتيريا بس انيروبس، اسمها اكتينوميسيتس اسرائيلي، وهي من الحاجات اللي هتعمل كرونيك وتعمل سكارينج طبعا. وبيبقى العيان بريزنتد بكرونيك ميوكوبولانت كونجكتيفايتس مع يوني ليترال ايبيفورا وريفراكتوري تيو كونفنشنال تريتمنت. خلي بالكوا احنا خدنا عيان برضو كان بريزنتد بكرونيك يوني ليترال كونجكتيفايتس ريليتد لليت ريليتد لليت كومبلي يعني ستراكشرز هيدن، وبرضو بيمسد مننا عيان كل شويه رايح جاي عليك وعمال تديله تريتمنت وما بيخفش. نخلوا بالكم من الموليسكم، هنا برضو بنقول لك خلي بالك من الكرونيك كانالكولايتس. طيب هتشخص الكرونيك كانالكولايتس، عشان كده عيانين الانفلاماتوري كونديشنز او العيان اللي بيجي يشتكي لك من الاوكلر سيرفيس، معلش ايفرت البانكتم وبص عليها، مش تبص على الكونجكتيفا وسايب البانكتم. البانكتم حاجه مهمه جدا في الكلينيكال اكزامينيشنز لعيانين الاوكلر سيرفيس ديزيزز. خلاص طيب انت هتلاقي طبعا البانكتم بتاعتك والبيلي كانالكولار اريا كلها فيها عندي بقى انفلاميشن ريدنس اديما، في ميكوبولانت تشارج طالع منها، في اللي بنقول عليها بوتينج بانكتم. خلاص ممكن ابطو بقى انك تضغط ويظهر الصورة دي قدامك، ودي صورة لطيفة جدا رير قوي انك تقابلها، لكن ممكن وارد تقابلها. دي بنقول عليها سلفر كونكريشن. سلفر كونكريشن ده دي مش ستونز بالمناسبة، ده ميتابوليك برودكت من الاكتينوميسيتس. خلاص ودي هي بيقولوا عليها اسمها هيدروجين سلفا سايد يوتيلايزنج بكتيريا، بيتكلم يعني الاكتينوميسيتس هي انيروبس بس هي بيوتيلايز السلفا، فعشان كده دي سلفا جرانيولز. ولو عملت طبعا كلينيكال كومبريشن ده هيحصل، واحيانا وانت بتعمل كانالوتومي كنوع من تريتمنت ممكن تشوفها. طيب التريتمنت بتاعي هنا ايه؟ في الاول بنحاول ندي توبيكال تريتمنت يشتغل على الجرام بوزيتيف انيروبس دول. لقوا ان الفلوروكينولونز دلوقتي الكلام اتعدل، لقوا الفلوروكينولونز اللي هي زي الفيجاموكس والحاجات دي لو اديتها 4 مرات في اليوم 10 ايام احيانا بتجيب ريزلتس، لكن غالبا يعني احنا لازم ولا بد نعمل لانها بتبقى هيدن وبتبقى كرونيك ولونج ستاندنج وحصل فيبروزس والبكتيريا دي مش بسهوله بنتغلب عليها، لازم اعمل اللي هو الكانالوتومي. الكانالوتومي يعني ايه؟ اجي عند الكونجكتيفال انسيجنز سايد بتاع الكانالكولاي هنا كده في الحته دي، اروح جايه عامله انسجن خلاص، واعمل لازم اعمل دوستنج بانتي بايوتيك في المكان دوت. طيب ايه اللي ممكن يديني ذا سيميلر بيكتشرز؟ احنا يونيلاترال كونجكتيفايتس قلنا دونت ميس الموليسكم، وفي حاجه تانية اسمها جاينت فورنيك سندروم، دي بتيجي مع الناس اللي هم عندهم انفليوشنال توزيس نتيجه الديهيزنس بتاع الجاينت بتاع الليفيتور بالبيبري سوبريوزس. اوكي وفي حاجات تانية برضو الدايكرولايسيسس طبعا. كنت قلت لكم في الكلام ان اشهر سبب للكرونيك كانالكولايتس اللي هي الاكتينوميسيتس اسرائيلي، لكن الاكيوت هو الهربس سامبلكس. طيب لو الانفكشن عندي بقى ما خلاص احنا كده عدينا البنكتال انفكشنز واللاكريمال سوري والكاناليكولار انفكشنز، لو الانفكشن بقى عندي في الساك اللي بنقول عليها داكروسيستيتس اللي هي ممكن تبقى اكيوت او كرونيك. طبعا اشهر سبب هنا ستاف وستريبت عادي، مفيش بكتيريا سبيسيفيك اكتر منهم. لو هنشوف الاكيوت طبعا عيان هيجي بين وسويننج وكل الحاجات بقى اللي هي
الاكيوت داكروسيستايتس يعني اهو زي ما انتم شايفين في الاول يبقى سويلنج وهايبريميا وبين وريدنس وحتى معاه بريسيبتاسيولايتس. هنا شايفين الباص اهو في باص فورميشن فعمل نوع من الابسس. الباص ده لو ما لو انت ما فتحتش عليه هو هيفتح اصلا لوحده فهيعمل لانه ده يعتبر ديد سبيس خلاص فلازم بيفتح لبره لان اصلا اللي عمل لك الداكروسيستايتس والإديمة انت قفلت هنا وقفلت هنا خلاص فانت قفلت على الباص فديد سبيس فلازم يفتح السكن سايد فلازم هيعمل فيستولا. فعشان كده في مقوله بتقول وانس اكيوت داكروسيستايتس وانس دي سي ار بس مش وهي اكيوت افتر ميديكال تريتمنت يعني هي لو سبسايد خلاص انت لازم تخلص تعمل زي اوبن تي سي ار والا العيان ده هيدخل في اتاكس ثانيه وثالثه ورابعه. ما عدناش بقى الكلام القديم اللي كان بيقول ايه اتنين اتاكس من الاكيوت داكروسيستايتس لا خلاص هو انت بتعمل له كده. انت طبعا في الاول بتديله ميديكال تريتمنت ايه عارفين واحنا بقى طبعا الورم كومبريسز والانتي بايوتيك سيستميك وانتوا عارفين السوفت تيشو بنحب الكو اموكسيكلاف في المكان دوت وهتعمل انسجن اوعى طبعا تعمل اريجيشن وبروبنج قلناها في كذا مره دلوقتي وهكررها تاني. هتعمل انسجن ودرينج لو لقيت باص زي ده ما تستناش هو يفتح ويعمل فيستولا اعمله انت كلين فيستولا كويسه انت كده اصلا ممكن بعد كده تعمل له اللي هي الدي سي ار. في عمليه قديمه كانت زمان بيسموها داكروسيستيكتومي يعني بعد الحالات اللي هي الاكيوت ده بيدخل بقى هو عامل فيستلا يقولك ايه اعمل فيستلكتومي واشيل الساك. طب معين هيفضل عنده ابيفرا طب انت عملت له ايه هتشيل الساك وتعمل ايه هيحط ويركب بقى ويقولك اركب تيوب تنزل على النوز. هي عملية اتشالت من الكتب دلوقتي لانه حتى ايفن العين ده لو عنده فيستلا بيعمله فيستلكتومي عادي وبيقفل السكين خلاص يعني هي الفيستولا اكسجن التراك ده اللي هو جرانيوليتد ويقفل سكين تو سكين عادي مفيش مشكله ومصل تو مصل ويعمل الدي سي ار العاديه اللي هي الاوبن دي سي ار بتاعتي. خلاص عرفنا بقى التيتشنج الجديد الجايد لاينز بتقول لك وانس اكيوت دي سي ار وانس اكيوت داكروسيستايتس وانس دي سي ار after medical treatment control. ال chronic decrocystitis واحيانا بيحبوا يسموها mucus heal بس هو mucus heal ده مصطلح اتقال يعني في ديبيت حواليه كده يعني ان هو لو في بلس سويلنج هنا وانت ضغطت عليه وطلع ميوكس قدامك فده بيسموه mucus heal. وفي ناس بتقولك لا هو كرونيك داكروسيستايتس وميوكوسيل ده لو حصل يعني طبعا كرونيك داكروسيستايتس بيبقى نزول لك الدكت اوبستراكشن كومبليت فحوش وفي في انفكشن بقى كرونيك خلاص. فقالك لو البروكسيمال اتقفل يعني الكاناليكولار سيستم اتقفل فده اللي اسمه ميوكوسيل وده بيبقى نون ريجيرجينج. لو الكاناليكولار سيستم ستيل مفتوح فده اللي هقول عليها كرونيك داكروسيستايتس وده بيبقى ريجيرجنج يعني هو ديبيت. وفي ناس يقول لك لا في حاجه اسمها ميوكوسيل وذ ريجيرجنج وميوكوسيل وذاوت ريجيرجنج ان واي مش هيفرق معانا يعني هو العيان ده طبعا بتعمل له خلاص دي سي ار يعني تريتمنت اوكي يعني بيقولوا اسهل عمليه دي سي ار هي عمليات الميوكوسيل او الكرونيك داكروسيستايتس. ليه بقى؟ لان الساك انت ما بتحتاجش تعمل له انفليشن وهو اصلا ديستندد وسهل جدا تعمل له ديستكشن وبيبقى ثيكند من الريكرنت انفكشن عشان الفايبروزس اللي حواليه فبيبقى الهاندلنج معاه سهل يعني الهاندلنج معاه سهل. بس برضو عايزين نقول ان الانفلاميشن احيانا بيديسربت الكرونيك انفلاميشن بيديسربت النورمال اناتومي فمش شرط برضو يكون بالسهوله لكن هو الساك بيبقى تكنيكالي ايزير. يعني اتمنى لو كان عندكم سؤال تسيبوه في كومنت وان شاء الله نكمل بقى التشابترز اللي جايه بعد كده.